فيكم من جديد مشاهدينا، وأبدأ الحوار مع ضيفي مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات الأستاذ رفيق نصر الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفيق. يوم كل الناس ناطرة مثل العادة، بس تكون حضرتك ضيف بيقعدوا قدام التلفزيونات بيحطوا أجندة ببلشوا يمركوا أيام ويصيروا يزبطوا التيكتات السفر بحسب الأيامات اللي أنت لا لكن إذا بتطلعوني لكن على الجمعة ورا بعض ما بيفضل حدا من البلد بس لو بده يروحوا ما بقى في محل يروحوا عليه، المشكلة كله عم يرجع. لا أكيد إن شاء الله ما حدا إن شاء الله ما حدا. لا أنا بحكي الأمور زي ما هي، ما بحب بدك هلا بقدر احكي عن الارهاصات المتاسسه على الايديولوجيات المتعقده، لا ما بدك بحكي اكاديميا، لا نحن لازم نحكي مع الناس برؤى واضحه لحتى يكونوا كل الراي العام جزء من قراءه الاهداف لكل اللي عم نعيشه. اهم شيء ما نعتمد اساليب التعميه، ما يضلوا ما نضلنا جوات التعميه. هلا البعض بخاف، البعض بيعتبرها تشاؤم، البعض لا يعني هيدي وقائع، هيدي الامور. واللي هلا كمان حاول احكي انا بخلفيه الامر بمصر كمان يمكن ما يعجب، انا عارف هلا 80% ما حيعجب، بس لازم نحكي الامور. خلينا نبلش من مصر. نعم. مصر كمان بحلقات سابقه حذرت استاذ رفيق، كان عندك قراءه جدا شفافه وجدا واضحه وصريحه وصلت معك وقتها ل يلي شفناه ب 30 حزيران بمصر. وانا بصراحه بدي اعترف انه كنت شو عم بقول انه في مبالغات بكلامك لحد ما وصلنا لها. نعم. فليش كنت متاكد انه الامور رايحه لهون في مصر، وكنت متاكد انه مرسي رح ينتهي من قبل ما يبلش يشتغل؟ انا من اول ما طلع مرسي من بعد عده اسابيع كنت دائما اقول النصف اول النصف الثاني من 2013 ما بيكون، بدك تقري المسار الخط البانورامي لكل بس انا اللي بقوله دائما كل ما قرينا المشروع الكبير كل ما بتفهم التفصيل الصغيره، بس يكون عندك رؤياك وفهماني مزبوط المشروع الكبير شو اللي كان مخطط له بتصيري تفهمي خلفيات الامور والحراك اللي بيتم والسيناريوهات اللي بتوضعها الغرف السوداء وشو اللي بتتصرفوا. كان واضح الجزء الثاني مما عم بتعاني سوريا كان هو هدفه مصر، لانه بالمخطط الاساسي وانا هلا حرجع اقول سيناء 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 ثلاثه ثم قناه السويس كل اللي عم يصير مقدمة سيناء 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 جبهة نصرة بسيناء ثم قناة السويس وإعادة إحياء فرديناند دي ليسيبس. خلي تذكرني الناس يا لطيف. نعم كل اللي عم بتشوفيه كمان ما بعد ذلك الجيش المصري الجيش المصري الجيش المصري. طيب فينا نبلش نفصلهم وحده ورا الثانيه. خلينا اول شيء نبدا من واقع الارض. ليش صار هيك بمصر هلا؟ شو في على الارض بمصر؟ شو صار ب 30 الشهر؟ ليش وصلنا لهال الشيء اللي اكيد مساله قبل 30 تركبات حصل يعني عملية. حصل نتيجه انسداد كل الجهود باسقاط النظام بسوريا واللي وصلت كل الامور الى طريق المسدود واللي اخيرا امبارح هيروهيتو اللي راح وهي جزء من التداعيات وبعد بروح هذا شو اسمه جربة المهم نتيجة الانسداد قصدك غسان هيتو يعني هيروهيتو ما هو كل واحد فيهم قد هيروهيتو. المهم نتيجة الانسداد تبدل حصل انقلاب بالتعاطي الخليجي اللي بتقاطع مع جزء من السيناء مع الأمريكاني داخل مجلس التعاون الخليجي، وهو أخذ القرار المركزي بإبعاد قطر بالتفاهم مع الأمن القومي بالولايات المتحدة بالإدارة الأمريكية. السعودية أخذت المبادرة لإعادة الإمساك بكل زمام الأمور، أنهت فيها الدور القطري بلشنا نشوف تمهيد لهذا الأمر، تصعيد باللهجة السعودية بدنا نسلح بدنا نعمل سوريا دولة محتلة كل هذا الأمر، وفعلا بلشت تبعات بلشنا نحس انقلاب داخل المعارضة السورية تجلى حتى امبارح بهيتو تجلى بانتخابه لهذا كل هالامور جربه باسطنبول تحت الان تتصاعد مش تتقطر. مهم حصل الانقلاب الحقيقي اللي كانت قطر هي اللي مستلمته واللي هي كانت مستلمه حتى دعم الاخوان مشروع دعم الاخوان اعلاميا ماديا ثقافيا ايديولوجيا حتى بالتلاقي. ابعد الشيخ حمد وأبعد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومن ثم هلأ كمان بالحراك بعد شوي بالجزيرة كله خلص في دور معين أنت بتلعب فيها الأد
اجت السعودية لحتى تلقي القبض على كل مسار المناحي الآن في وضع السوري والوضع المصري والوضع اللبناني. طيب بس والوضع هون اللبناني أكيد. بس هون في هون قبل ما نكمل باللي حصل، في سؤال إنه ليش بيتاخد هيك قرارات؟ يعني ليش إنه والله بتبعت قطر تسلم السعودية؟ مين اللي بيقول إنه السعودية، مين اللي رح يكون عامل الضبط، يعني يكون ضابط الإيقاع للمسار السعودي؟ وشو بدها تعمل السعودية؟ السعودية الآن هي ضابط الإيقاع اللي عمال يشتغل على كل الملفات. ليش تأجيل جنيف؟ بطلب سعودي، أعطونا الفرصة، نحن حنسلح، بدنا نعمل متغير على الأرض. راحت كمان بجزء تاني، راحت على المحل الأسخن. بس هون بدنا نعتمد يا السعودية بتاخد القرار يا السعودية بتنفذ قرارات. هو أنا عم بقول لك جزء من القرار السعودي مع جزء من الإدارة الأمريكية المرتبكة التي لا تملك سياسة واضحة استراتيجية تجاه الأمر بسوريا والمنطقة. أوباما مرتبك، أوباما ما عارف، يعني ما عنده سياسي، ما عارف شو بده يعمل. لا قدران يرجع يدخل على الشرق الأوسط بعد اللي حصل بالعراق وبعد اللي حصل للأمريكان بهاي، ولا قدران يتخلى عن هذا المشروع. لذلك هلا بيوسع الاستدارة، على طريق الاستدارة دخل السعودي ومعه الإماراتي. كمان أنا هون بدي أحكي عن الحساسية السعودية الإماراتية مع القطري. أنا زلمي 30 سنة بعلم، بعرف الحساسية المطلقة. لا يمكن، وأنا بعرف تاريخ قطر وبعرف تاريخ السعودية، لا يمكن السعودي يقبل أن يكون القطري بالواجهة. قبل بالدور لمرحلة ما على أساس إسقاط النظام، وعلى أساس أنه بعد إسقاط النظام ترجع بتجي السعودية بتاخذ الساحة اللبنانية وبتضرب، بينضرب حزب الله وسوريا بيصير فيها وضع جديد، ومن ثم تتفرغ لمصر. في تناقض ما بين الإخوان المسلمين والحالة الوهابية بالسعودية اللي كمان القطري بيحن عليها، يعني بجانب منها كمان هذا جزء بيلعب دور. هلا اللي حصل بعد الفشل المتراكم للإخوان من أول أسبوعين لا توصل إلى آخر المراحل الأخيرة، كمان تلاقى هذا الهدف السعودي مع قراءة أمريكية. شو بدي باللي بتسمعي بالأخبار اللي شافوا إن مصر إذا بقيت على هذا الوضع قد تذهب إلى حراك شعبي حقيقي، مش مثل ما هلا بحكي عن شو اللي مين عم يحرك الشارع. قد ينتج ما يشبه جمال عبد الناصر تاني فيما بعد. فخلونا على بكير نضرب كف مش كتير كبير للإخوان، بس منزيح، ومن ثم بتلاقى هذا الهدف مع شو؟ مع المشروع الأكبر اللي هو تفتيت مصر. يعني العراق راح جيشه، سوريا عمال يسعوا لتفكيك جيشها والضربة واللي عمل، بضل قدام إسرائيل هو الجيش المصري. عشان هيك عم بقول لك المظلة الكبيرة فوق، بس نحن نفهم الأهداف بننزل. وليش أنا هلأ رددت سيناء 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 قناة السويس والجيش المصري؟ حتى هون لما بنكون بأوقات سابقة قايلين إنه هذا الجيش المصري، صح إنه هو من أكبر الجيوش العربية وكل هذا الأمر، ولكن هذا جيش مركب بطريقة ما، يعني معروف 22-23 سنة هذا الجيش مدعوم أمريكيا، يسلح أمريكيا، يدرب أمريكيا. حتى السيسي بحد ذاته معروف إنه قضى سنتين بالبنتاغون، ويعني مأدلج بطريقة معينة حتى ولو كان محسوب على الإخوان المسلمين، وتفاجأ الإخوان بردة فعله وكل هذا الأمر. هذا اللي بدوله. ولكن إنه هلأ أمريكا معقول تفلت من إيدها أو تسعى إلى تفكيك أو تسمح لإسرائيل بالسعي إلى تفكيك جيش هي عمليا يعني محكم السيطرة عليه؟ شوف شو اللي حيصير، بحكيك باللي يصير. شو بدي بالها؟ سيبدأ حراك على شاكلة جبهة النصرة في سيناء لتحويل سيناء إلى منطقة فراغ أمني. ما بيقدر الجيش المصري يدخل لأنه في اتفاقية كام ديفيد ما بتحول إلا ل 1500 عسكر وكم دبابة وكم كذا لحتى يقدر يفوتوا. سيناء واسعة مساحتها قد مساحة لبنان على 3 مرات. تلقي القبض على يعني على مفصل مهم بين آسيا وأفريقيا، بحر متوسط، البحر الأحمر، على جنبك فلسطين المحتلة، موقع استراتيجي، على جنبها قناة السويس. الآن هلأ على أجندة الإخوان المسلمين وعلى أجندة اللي على يمين الإخوان المسلمين اللي حتنتج اللي صار، حتنتج جبهة نصرة على يمين اللي حتقوم بهالعملية، ذبح الأقباط،
ضرب الكنائس تذكريني بوادر ما بلشت البوادر تذكريني انا قتل كاهن قبطي في شيء ما الان من اربع ايام ضربت كنيسه امبارح مضروبه في اطلاق رصاص 11 كنيسه بالاسكندريه اللي مكسر اللي مطحبش الان المسيحيين بمصر الاقباط مثل اول مرحله القتال الطائفي احيانا هيك اللي صار بسوريا مثل ما واجهوا مسيحيين حمص وحلب الان اللي عم بتعاني حلب الان وحتى دمشق بعض الاحياء هلا هن بالبدايات بعد شوي حيكتر ليش؟ لانه اساسا المخطط لتفتيت مصر وضرب الجيش المصري ولانه الاخوان هلا ما بقى عندهم ولا وسيله الا العمليات اللي 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 بدها تضرب الجيش المصري على جنب هالعمليات بتعمل فتنه طائفيه وين بتاخذي الجيش المصري والشرطه وكله بدك توزعي من سوهاج ومن الصعيد ومن الاقصر للاسكندريه وبتدخل البلد بفلتان بظل واقع في 7 ل 8 مليون فقير معدم ما عنده لقمه الاكل نايم على المقابر بيفلت تماما مثل ما شفنا المشهد بسوريا اوعى تفتكري حتى جزئيه من المشهد السوري هي ناتجه عن انه والله لا هي تصرفات لجزء من العامة اللي لا تملك شيء من المواطن ولا من الوعي بتنقاد غريزيا فيك تحركيها بتستفيد من الضياع الأمني والفقر وبتقوم بتحقق اللي بدها إياه. أكبر دليل شو اللي حصل بأحد شوارع مصر ما صاروا ربطوا صاروا زتوا العالم تماما مثل المشهد السوري صحيح. بلشوا زتوهم من البنات بما فيهم أطفال حتى كمان ما فرجوهم بما فيهم أطفال نفس المشهد امبارح وأول امبارح واللي قبل الإعلام المصري اللي هو معادي لمرسي يستخدم نفس الديالوج الإعلام السوري انتوا عايزين تفككوا الجيش زي ما عملتوا بسوريا انتوا نفس الكلام وعم يدعوا الى تشكيل لجان دفاع شعبي اذا اليوم الاخوان المسلمين اللي فقدوا هاي القصه واللي عم يتعززوا هلا بما هلا بحكي عن مين كمان معه متعاطف بدهم يروحوا على العنف قد لا يكون هن بس بده ينتج عنهم على يمينهم هاي الجبهه اللي حتطلع ما هي الجبهه بس مطلق اي فريق تحطه بمرحله يعني يا قتل يا مقتول او تحطه بمرحله يعني بتمس بوجوده يعني على قاعده تو بي اور نوت تو بي يعني هلا هن الاخوان بمصر على قاعده او بيضلوا مكملين وبيثبتوا حالهم او انتهوا هيدا الحراك مش ابن 30 الشهر هيدا الحراك صار له 4-5 اشهر الحراك المدني في حيز كبير من المجتمع المصري يطوق الى الخروج من هاي القبضة الجاهلية اللي اجوا فيها بهالحقد بهذا الرعونة اللي اجوا فيها الاخوان المسلمين بدهم ينتقموا من كل شيء وما ما داخلين روح المعاصرة ما عاملين اي 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 شيء جزء منهم لكن من القى القبض الان على هذا الجزء؟ بدي اقتنع انا هلا انه محمود بدر هذا الشاب عمره 24-25 سنة اجى من الامارات وراح اجى عمل حركة تمرد نزل 30 مليون مثل قبله هذا وائل شو اسمه الاولاني كمان اللي اجى وائل غنام يعني لا من انت بتعرفي ميديا وانا بعرف ميديا مين ورا الميديا؟ مين اللي عم بيدفع مصاري على هالملايين اللي عم تنزل؟ مين؟ سعودية سعودية تراجع الدور القطري الان الغرفة الذكية يعني عم تقول انه السعودية هي نعم 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 هيدا انقلاب سعودي تحرك انقلاب مين سعودي محمد مرسي سعودي نعم انقلاب سعودي ستاخذ فيه السعودية عشان هيك التعاطف فورا شو بدي انه الملك عبد الله الملك عبد الله مريض قالوا لي مش عارف وين حال يعني فورا في مين كتب البيان باسم الملك عبد الله فورا الامارات هلا جايين وفد اماراتي فورا تلقفوا هاي المساله لدعم هيدا الحراك على حساب الاخوان على حساب السياسه القطريه على حساب نتائج السياسات المتراكمه الخاطئه بالملف السوري قبل ما تروح الامور بمصر الى مكان اخر تنتج فيه حراك جماهيري حقيقي يطوق الى العناوين الكبيره ألقوا القبض عليه أكبر دليل حدا بيجيب سيرة السفارة الإسرائيلية ب 30 مليون حدا بيجيب سيرة أوكي شوية صغيرة نأمين على أوباما لأن أوباما ما بقول لك تائه موقف ملتبس لا لا في اللي الفريق الأشباح الهيكل اللي بده مصر تتفتت اللي ما حيخلوا ياخذ قرار موقف ملتبس حتى تدخل بموجة عنف ستدخل مصر بموجة عنف في عندهم أمل وحيد إذا الجيش بيرجع بيحسب ما بقى يقدر كان من أول ما بقى يقدر ستدخل بموجة عنف ستتأثر فيها يتأثر فيها الجيش سيتأثر فيها المجتمع المصري اللي حنشوف هلا أزمة اقتصادية تماما مثل سوريا بترافق هذا الأمر سيناء بتضيع سيناء
ومن ثم عمليات عمليات يعني ستسقط بيد الهيدي جبهة النصرة المصرية يلي تحدثت عنها، منطقة فراغ أمني فيها قدرة لجبهة النصرة وغير جبهة النصرة، ومن ثم حنشوف غير مصريين يدخلون إلى سيناء. هذا الموضوع ما هذا بيهدد مباشرة، إذا بالاستراتيجية ما بيهدد شيء، هن كلهم صناعة إسرائيلية. إذا بالاستراتيجية بتفكك مصر اللي ما تفككت بكام ديفيد كاملة، كام ديفيد فككت ثقافة الصراع عند المصريين وحيدت الجيش، ولكن ظلت الذاكرة الجماعية حية، ظلت استراتيجية هلا بتعلموا الجيش المصري بعده على العداء لإسرائيل. بتفكك وبتخلي الأقباط شقف بدهم ياخذون، وبتخلي بلاد النوبة تتحرك، بيخلي سوهاج اللي رفعت علمها هلا الخاص خلى، وبورسعيد اللي هذيك اليوم عملت وعلمها هذيك اليوم قتلوا عسكري حطوا عليه علم جبهة النصرة. الآن الأعلام السوداء بدل العلم المصري. صحيح. تماما مثل علم الانتداب وعلم جبهة النصرة بسوريا. لذلك أنت هلا إذا الهدف الاستراتيجي تفكيك الجيش المصري هذا اللي حصل. هلا حنشوف عمليات بسيناء، حنشوف اغتيالات في مصر، بعد ذلك سيفاجئ العالم بعمليتين ثلاثة لسفن تعبر قناة السويس. اغتيالات على أي مستوى؟ فوضى، الفوضى. ممكن هلا يقتلوا بعض الناس اللي طلعت بهذا الحراك، ممكن بدك تغذي أنت اثنين. في خبر عاجل ورد هلا يتحدث عن سماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية بالقرب من منطقة معوض. إذا انفجار في الضاحية الجنوبية بالقرب من منطقة معوض بانتظار توضيح. كله متوقع كالحال، يمكن تكون أنية غاز إن شاء الله. المهم سنشهد بعد فترة محاولة ضرب سفن بقناة السويس. بيطلع الغرب عم بيحضروا البيئة. سفن لمين؟ غربية. بيطلع الغرب بيقول نتيجة الفوضى، نتيجة كذا وكذا كذا، نحن بدنا هذا الممر الحي ونعمل له حماية. بتصير الفوضى ولا سيادة مصرية على سيناء، وبصير في قوات أجنبية يعني رد على حتى 56 56 وبيرجع فرديناند دي لسابس حي والله يرحم عبد الناصر. هاي بدها تفصيل أكثر. خلينا نقوم بجولة سريعة على بعض ما ورد في الصحف مع زميلي كريستين حبيب، نعود بعدها ونتابع هذا النقاش. صباح الخير كريستين. صباح النور سمر. رح نقطع حبل الأفكار المصري شوي لأستاذ رفيق، رح ندخل لبعض الوقت في اليوميات السياسية اللبنانية، وسنبدأ مع صحيفة النهار وهذه المعلومات للنهار حول تأليف الحكومة. تقول النهار إن اتصالات التأليف الحكومي لا تزال في المربع الأول، بدءا من عدم قبول 8 آذار وحلفائها بأقل من الثلث المعطل، وصولا إلى عدم قبول المستقبل بمشاركة حزب الله في حكومة ومطالبته مع حلفائه بحكومة حيادية. أما النائب وليد جنبلاط فمدرك أنه لم يكن في الإمكان تأليف حكومة قبل حصول تحولات كبيرة في المنطقة كما في القصير وإيران ومصر، فكيف تقدم الحكومة اليوم ببلاش؟ أما الرئيس نبيه بري فلم يعد يضمن 14 أذار بعد تراجعها عن التزامات في ثلاث محطات، في التمديد لمجلس النواب وفي جدول أعمال مجلس النواب وفي التمديد لقائد الجيش. وإلى صحيفة الجمهورية الآن، وهذه المرة حول عريضة ينوي بعض النواب تقديمها في شأن التمديد لقائد الجيش العماد جان أهواجي. مجموعة من الكتل النيابية تستعد لرفع عريضة إلى الرئيس بري تطلب منه فيها الدعوة إلى جلسة نيابية عامة يقر فيها مشروع قانون التمديد لقائد الجيش، وذلك لتلافي وقوع المؤسسة العسكرية في فراغ يشرع الوضع اللبناني أمام الفوضى. بحسب أحد العاملين على وضع هذه العريضة فإن ثمة مخاوف كثيرة من احتمال وجود مخطط يستهدف المؤسسة العسكرية عبر أحداث فراغ في قيادتها. والدعوة إلى جلسة لتمديد ولاية قائد الجيش ومعه رئيس الأركان اللواء ركن وليد سلمان الذي تنتهي ولايته في 8 آب المقبل لا يمكن أي من النواب أو الكتل أن يتخلف عنها، وأن من يتخلف عن حضور هذه الجلسة سيظهر في مظهر الشريك في ذلك المخطط. وإلى صحيفة السفير الآن، وتحديدا إلى عيون السفير، ومن عيون السفير معلومتان اليوم. لاحظ مواطنون أن المواكبة الأمنية التي رافقت شخصية بارزة إلى طرابلس مؤخرا كفيلة بضبط الأمن في كل أنحاء المدينة.
اعتبر قطبان سياسيان خلال لقائهما مؤخرا أن وصول إصلاحي إلى الرئاسة في إيران والتطورات المصرية الأخيرة وأعلان الجيش عدم رغبته بالعودة إلى الحكم باتت تمهد الطريق لانتخاب إصلاحي رئيسا للبنان العام المقبل. وإلى صحيفة الأخبار الآن وتحقيق بقلم الزميل فراس الشوفي عن ظاهرة الوراثة السياسية في لبنان وثلاث شخصيات يتحدث عنها فراس في مقالته تحت عنوان ابن البيك بيك وابن المير مير. عن تيمور وليد جنبلاط، من مواليد العام 82 والدته جرفات جنبلاط متخرج في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت، حائز ماجستير في العلاقات الدولية ودراسات الأمن من جامعة سيانس بو الفرنسية، متزوج من ديانا زعيتر ولهما ولد وبنت، عاد حديثا من باريس ليستقر في لبنان. يقرأ تيمور أخبار فرنسا بالاهتمام ذاته الذي يقرأ فيه أخبار لبنان، مولع بالتاريخ الأوروبي وأخبار السينما، يتحدث الفرنسية كما العربية. ردا على سؤال عن استراتيجية والدته التي حتمت انعطافته ما قبل الأخيرة والتي أعلن دعمه لسوريا وحزب الله فيها، أجاب تيمور: نحن أقلية لا نرسم استراتيجيات بل نخطط للبقاء. إلى توني سليمان فرنجي ننتقل الآن وبعض الملامح عن شخصيته. من مواليد عام 87 والدته ماريان سركيس درس إدارة الأعمال في جامعة البلمند وانتقل بعدها إلى لندن حيث نال ماجستير في العلوم الاقتصادية. يعيش توني حياة طبيعية كأي شاب في عمره، طبعا فضلا عن استطاعته الغطس في بحور ومحيطات أكثر من بقعة في العالم. يمارس هواية صيد الطيور والغزلان في تركيا وهنغاريا وأستراليا. في رأي توني يجب أن تنتهي الزعامات السياسية. الزعامات موجودة لأن الدولة غائبة، فالذي يريد وظيفة يأتي إلينا أو إلى أي زعامة أخرى، عسى أن تستقيم الدولة ولا يحتاجنا أحد. أخيرا مع مجيد طلال أرسلان، والدته زينة خير الدين شقيقة الوزير مروان خير الدين. يعرف مجيد كيف يوزع وقته جيدا. في الشتاء يواظب على دراسة العلوم السياسية في جامعة ماكجيل الكندية في موريال، وفي عطلته الصيفية لا يقضي وقته في السباحة أو الصيد ولا يرتاد المخيمات الكشفية. مجيد يعمل في السياسة بدوام صيفي. يقول أكثر من مسؤول في الحزب الديمقراطي اللبناني إن المير الصغير شخصية محببة ويملك كاريزما قوية، ويؤكد أحدهم بكل ثقة: هذا الشاب يملك مستقبلا في السياسة. ومن ظاهرة الوراثة السياسية القديمة الجديدة في لبنان إلى أحداث مصر ومع صحيفة المصري اليوم. بحسب مصادر قبلية فأن شخصيات تنتمي إلى الإخوان المسلمين وأخرى مقربة من نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر تتواجد في شمال سيناء وتضخ أموالا كثيرة لعناصر إرهابية لتنفيذ هجمات واغتيالات ضد الجيش والشرطة، على أن يتم تسليم المبلغ فور تنفيذ كل عملية بنجاح. بحسب المصري اليوم، هذه العناصر الإرهابية يتم تدريبها على يد عناصر تابعة لحماس تتواجد في سيناء بعد أن وصلت إلى هناك عبر الأنفاق الحدودية بناء على تعليمات مباشرة من خيرت الشاطر. وإلى صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ننتقل الآن، ودائما مع التطورات المصرية. ومن الفاينانشال تايمز: ردود فعل الشارع المصري على ما يجري. الولايات المتحدة الأمريكية ينظر إليها بصورتين متناقضتين في مصر، فالمتظاهرون والمحتجون في شوارع القاهرة يرون أنها وراء كل ما يحدث في بلادهم. أنصار مرسي يعتقدون أن واشنطن أعطت للعسكريين الإشارة الخضراء بتولي السلطة يوم الأربعاء، أما معارضو الرئيس المعزول فيتهمون واشنطن بدعم الإخوان المسلمين. أما الإدارة الأمريكية فوضعت لائحة مبادئ ستطلب من العسكريين في مصر احترامها لاستئناف مد الإعانات، وهي العودة السريعة إلى الانتخابات، وقف الاعتقالات السياسية وحملات القمع ضد وسائل الإعلام، وكذلك إشراك الإخوان المسلمين في العملية السياسية. نعود إلى لبنان إنما من زاوية أخرى وليس من زاوية سياسية، إلى صحيفة لوريون لوجور الصادرة باللغة الفرنسية. ومن لوريون لوجور: وقائع عن النبيذ اللبناني الشهير محليا وعالميا.
تحت عنوان في الخارج كما في الداخل صناعة النبيذ اللبناني بخير، تقول لوريان لوجور إن الأرباح الناتجة عن صادرات النبيذ اللبناني خلال العام 2012 بلغت 14.3 مليون دولار. وبحسب منظمة الغذاء العالمي الفاو، لبنان يحتل المرتبة 45 عالميا في إنتاج النبيذ، وأكثر الدول استهلاكا للنبيذ اللبناني هي بريطانيا، تليها كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. أختم الجولة اليوم مع صحيفة الشرق الأوسط والاحتفالات المستمرة بولادة الابن أو الابنة لأمير بريطانيا الأمير ويليام وزوجته كيت. لم يعرف بعد ما هو جنس المولود بما أن كيت لم تلد بعد، ولكن الاحتفالات مستمرة وهناك استعدادات كبيرة. من المقرر أن يتم إضاءة المباني والجسور والأبراج في نيوزيلندا باللونين الوردي أو الأزرق احتفالا بولادة الطفل الأول للأمير ويليام وزوجته كيت. وقال رئيس منظمة دعم الملكية في نيوزيلندا إن المواقع المشاركة سوف يتم إضاءتها باللون المناسب في مساء اليوم الذي يعقب ولادة الطفل. وأضاف أن مواطني نيوزيلندا حريصون على الاحتفال بمولد الطفل دوك ودوكة كامبريدج، فهذا الطفل سوف يكبر ليكون ملكا أو ملكة لنيوزيلندا يوما ما. بهذا الخبر أختم الجولة الصحفية وأعود إلى سمر وضيفها. شكرا لك كريستين على هذه الجولة. تم هي هيك موهتي عنا شوي من خاصة بهذا المولود صحيح. اللي بعد ما وصل هذا المولود اللي بعد على كل حال عندنا بالعالم العربي في هيك، يعني ما بديش أنسى الزعيم العربي الكبير اللي لانه عمل ختان لابنه طلع 7500 واحد من السجن. ان شاء الله يجي كثير صبيان لا هو المشكله نحن يعني بلا ما احكي هلا يعني على الهواء انه 7500 مشان هيك ختان سنتي، لو كنا اكثر المسلمين نعمل ختان كان طلع 15000 يمكن. نعم نحن رح نتابع بموضوع مصر، بس خليني اوضح انه يعني عم تتوارد الانباء عن انفجار للاسف في الضاحيه، كل شيء متوقع كله متوقع انه وقع في منطقه بئر العبد في شارع السيد عباس الموسوي قرب من مركز التعاون الإسلامي. نحن أكيد ما رح نناقش موضوع بانتظار مزيد صحيح. من صحيح. التفاصيل، وإن شاء الله يطلع جارة غاز مثل ما لكن أنا لك أنا أكيد. متوقع يعني من استبعد يعني من استبعد في ظل هذا العبث اللي عمال يحصل. اساسا يعني كان واضح انه في ممكن يحصل مثل هيك شغلات موجه لانه فإيه يعني الامور متعاقبه. كنا عم نحكي عن قناه السويس. نعم كنت عم تحكي عن فرديناندو ليسابس جديد. نعم ومن ثم هلا ما في عبد الناصر. ما هذا اللي بدي اقوله، هذا اللي بدي اقوله، لا يمكن لحراك جماهيري بهذا الحجم تاريخيا اذا لم يستند الى العقائد، إلى الرؤى الثورية وإلى القائد. لا توجد عقيدة غير ناس نأمت على الإخوان المسلمين لأنه أجوا بظلامية ألقوا القبض على الانتلجنسيا المصرية مع الناس مع الفقراء مع الكل، اجتمعوا على أنه يقوموا ضد هؤلاء بلحظة إقليمية يبدو فيهم دور الإخوان المسلمين خلص هلأ. وهلأ بس ما في عقيدة هلأ وما في قائد. هلأ بحكي لك شو بده يصير بتركيا. ما في عقيدة وما ما في قائد. قائد وما في رؤى. ما إحدى مشاكل الإخوان المسلمين قدموا قائد فاشل تبين أنه ما عندهم خطة ما عندهم رؤى غير التزمت الديني بأثر رجعي من 80 سنة لحد هلأ. هيدا الحراك اللي عم تلعبه الميديا. طب ما شوفي لي انقسام الجزيرة والعربية. العربية السعودية هي بميدان التحرير وين كانت بالأول، والجزيرة هلأ هي برابعة العدوية مش هيك؟ طيب لأنه ما في قائد أصلاً ما في رمز حكي عن استقالات. ما في رمز وما في رؤى منهم مؤمنين. يعني في ثورة بلشفية استندت على الماركسية، في ثورات بالثلاثينات وبالأربعينات وبالخمسينات سواء اللي حصلت بدول العالم الثالث كانت إما متأثرة بالاشتراكية الدولية أو الماركسية أو اليسار أو متأثرة بالعكس. وفي عندك الانقلابات العسكرية بمصر الآن في حراك استباقا. إجا المخطط الكبير سواء لجزء منه السعودي واللي الأمريكي واللي الإسرائيلي وغيره ليسبق حراك مؤدلج فيما بعد بعد فترة نتيجة أخطاء وغباء الأخوان المسلمين نزل هول. بس بعد شوي شو بصير؟ هذا اللي عم تشوفيه هلأ بمصر. بعد شوي مثل اللي عمالة تخض قنينة قزوز بيطلع ومن ثم بترجع بتهدى. ما بتقدر انت على طول بالشاشات الافتراضيه انك تضلك عم تحركي الجماهير. ليش؟
كمان مجموعات اللي على الأرض اللي قالت هلأ نزلت واللي أطاحت بالإخوان المسلمين كمان لديها تناقضات الكبيرة. أكبر دليل هلأ وين حزب النور ولمن حزب النور؟ أليس للسعودية؟ أوكي؟ وليش هلأ عم بيعطل؟ وأيضا في تناقضات على 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 بالخط الأفقي لكل القوى اللي موجودة على الأرض اللي حلي اللي حتبلش هلأ تقسم هذا الفريق اللي على الأرض اللي عم تحاول السعودية بالميديا بالشاشات بمحاولة الإيحاء بالدعم المالي بكل هذا الأمر إن هي تتبنى هذا الأمر وتدعم جزئية من قيادة العسكر اللي هي هلأ بالواجهة. أنا معك مثل ما حكيتي أنت، السيسي من هو؟ قيادات الجيش من هي؟ ثقافة أمريكية بالمدرسة الأمريكية، ولا يستطيع أن يتجاوز بعض الخطوط الحمر. لاحظي أنت الأمريكان شو بيحكوا، هوني ما تعملوا كذا، هوني ما تعملوا كذا. والسفيرة الأمريكية حتى الساعة اللي بتشجع هي بتقول لا أنتم انقلبتوا عسكريا على الأخوان، ولكن يا أخوان أنتم ما تعملوش أي عنف، بينما على الأرض العنف يتزايد، العنف يتزايد. عم تبلش تتوارد صور عبر الواتساب وعلى الانترنت عن سحب دخان كثيفة سوداء، معناتها انفجار كبير سماء الضاحية الجنوبية. بس بعدها شوي يعني مش واضحة، يعني حي ماضي ولا أينما كان بالضاحية الجنوبية، يعني معروف يعني الهدف. في كمان اليوم في كمان هلأ عم تتوارد معلومات على صوت لبنان وغير صوت لبنان أنه سيارات دفاع المدني هرعت إلى المكان ويبدو في أنباء عن إصابات. هذه هدية أول يوم رمضان أو قبل رمضان، هذه شو عليه كله متوقع. وفي ظل قلت لك يعني بديش احكي هلا مشان ما اخوف العالم، هذا اللي كنت احكيه. نحن في معركه مفتوحه امامك فيها كل الاحتمالات. خلينا زميلنا رياض قبيسي صار معنا على الهاتف مباشره من الضاحيه الجنوبيه. صباح الخير رياض. صباح عساه خير. نعم سمر، منذ قرابة ربع ساعة وقع انفجار في منطقة الضاحية الجنوبية، نتحدث تحديدا عن المنطقة المتاخمة ما بين او يعني المنطقة الحدودية ما بين منطقة بئر العبد ومنطقة حياة حريك. الانفجار وقع تقريبا بالمنطقة القريبة ما يعرف بمحطة دياب، هو معلم شهير في الضاحية الجنوبية. اعيد واكرر، المنطقة هي المنطقة الحدودية الفاصلة ما بين بئر العبد وحارة حريك. إذا منذ قرابة 15 دقيقة دوى انفجار هائل منطقة الضاحية الجنوبية. حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن عدد معين من الخسائر سواء المدنية أو بالأرواح. علينا أن ننتظر حتى جلاء الصورة. دخان كثيف اندلع من المنطقة جراء وقوع الانفجار. نعم، رح نتركك رياض لحتى تحاول تحصل على مزيد من التفاصيل، ثم نعاود الاتصال بك لتعلمنا بها. يبدو انه لا، موضوع قلب بيتي جدي. انا بيتي يعني قلب بيتي، ما مشكله عم نترقب كل شيء، ما فيش مشكله. يعني ما حدا يفتكر انه سياره واثنين وعشرة بدها تغير شيء، يعني ما فيش مشكله. يعني فلذلك كله متوقع، سياره واثنين وثلاثه وقصف على الهرمل وقصف مش عارف لوين وكل هاي العمليات. بس اذا حدا بيتوهم انه حتغير هذه الاشياء من كل اللي هو سائد، واللي بياخذ قرارات كثير كبيره عامل بحسابه انه في ردات فعل. نعم، مش مشكله. خلينا نحن نفوت بالتفصيل بهالموضوع حتى نختم الموضوع. نعم. المصري لوين رايحه هلا مصر؟ رايحه الى حمام دم؟ فوضى، رايحه الى اتفاق على ما في اتفاق؟ كيف بيتم الاتفاق؟ كيف بيتم الاتفاق؟ يعني في محاوله استيعابيه ما في، بده يصير في فوضى على الارض. ما حتركب السيبي لانه لا الجيش قدران يعمل انقلاب حقيقي ويستلم، ولا القوى السياسيه اللي قلت لك عنها ما عندها مشروعة، هي قوى حراك. ايش السعوديه لفتها؟ منا ثوره، ما حدا يتوهم. لا 25 يناير كانت ثوره ولا وبعدين هذه التناقضات اللي قام مثلا الاخوان المسلمين عم بيقولوا دفاعنا عن الشرعيه. ما يا ابني انت عملت انقلاب على 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 حسني مبارك اللي هو منتخب، خلينا نقول منتخب شرعيا مثل ما هي الانتخابات، لانه انتخاباتكم ما كانت اقل تزويرا، وحما يكون العسكر وقتها نفس القصه. وكان في مجلس عسكري. فيعني لذلك عم بقول لك ماني انا شايفها ثوره، يعني ماني شايفها رؤى. لذلك مصر الى الفوضى. فلنراقب سيناء، فلنراقب قناه السويس، فلنراقب ما سيحصل للاقباط في مصر،
فلنراقب ما سيتأثر به وضع غزة وحماس والعداء هلا الخطير من الرأي العام المصري اللي عمال هون ضد حركة حماس وضد السوريين اللي بالمعارضة. في مين يحضنها يعني حماس؟ بادرت إيران إلى احتضان حماس إيران بهذا الموضوع مجددا. أنا على كل حال الموقف الإيراني ملتبس. أنا هون بدي لك بالموضوع الإيراني. الموقف الإيراني بيقول إنه تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي وصف بالغير مقبول. هلا هون بتفهمي بالصراع السعودي الإيراني. وهلا حسب ما قريت اليوم انه والله هلا ترجع حماس وايران وحزب الله وبعض القوى الاسلاميه بيعملوا حلف سني شيعي ضد التمدد السعودي في مصر. اوكي ما بعرف هذا التحليل، انا كقومي عربي كان انا ما بفهم السياسه الايرانيه بموضوع العلاقه مع الاخوان، انا ماني مع الصحوه الاسلاميه، اللي بده يزعل مني يزعل. انا مع الصحوه القوميه، انا مع الصحوه الوطنيه، انا مع الايديولوجيا، لانه اساسا لو نحن عطينا الدعم للحراك القومي الوطني المضبوط في كل العالم العربي وعملنا ميديا قومية وطنية ما وصلنا للخطاب الطائفي والمذهبي ونسحل العالم بالشوارع. الرهان على ما يسمى شيء اسمه الصحوة، انت بتاخدي الصحوة الإسلامية بمنطقة المقاوم والوطني بتوظفيها بالمنطقة القومي الكبير بتحمي كل العالم العربي والإسلامي، وإلا ما بفهم أنا في شيء اسمه صحوة إسلامية وفي مسيحيين بسوريا وفي أقليات وفي بالعراق وفي بمصر، ما بتقدر ما بتزبط، ما في راهن على الأخوان المسلمين اللي سجلهم كان بهذه الطريقة اللي هو موجود. أنا هون بكل جرأة بقول بحيد أنا موقف إيران الداعم للمقاومة والممانعة واللي بدك، لكن بموضوع العلاقة مع الأخوان المسلمين أو العلاقة مع ما يسمى بشيء اسمه الصحوة الإسلامية أثبت خطأ. خليني بس أقول أنه الانفجار وقع بالباركينج التابع لمبنى القرض الحسن ويبدو هناك قتلى وجرحى للأسف. عم يوصلوا بالتوالي، عم يتم نقلهم إلى مستشفى بهمن. ما بعرف يعني قلت لك أنا إن شاء الله تكون محدودة يا ستي، هذه جزء من تضحية المرحلة بده يصير، معلش بده يصير، هذا بيستوجب هلا انه جزء بالضحية. من تضحية المرحلة ولا جزء من دفع اثمان ما يحصل في سوريا؟ هذه حتى مصر عم تدفع اثمان ما يجي بسوريا. قلت لك انا بلشت كلامي لانه المشروع ما نجح بسوريا ارتد، هلا بده يرتد وهلا حيرتد على تركيا. بعد هيدا الكف للاخوان هون جاي، هلا الكف تذكريني حتتطور بالساحات ومن ثم حتتطور بتركيا. سقط مشروع أخوانة الشرق الأوسط، استبقت السعودية مشان ما تفقد اللي كانت حاطة قطر بالوجهة، مشان ما تفقد خياراتها اللي كانت هي مأيدتها، فاتت هلأ لتستقطب الشيء عم بيصير مصر، وفاتت بعنف أكثر وأكبر بسوريا باعتبار انه اذا انا هلا سلحت وعطيت وكل شيء ممكن ارجع اعمل تغيير على الارض وبعدين يا روس تعوا لحتى نروح على جنيف. عشان هيك زتوا لجنيف لتشرين الثاني. خلص مصر هلا ستطيح بكل المشهديه بالوقت اللي مفترض على السوري ان يستفيد الان من هذا الامر، يحسم الامر بحمص وان يذهب الى حلب. الوضع في حلب مأساوي وخطير جدا انسانيا، انا عم بحكي ما عم بحكي بالعسكر، ما يعني انسانيا ما بقى في قدره على التحمل عند هؤلاء الناس. فلذلك مفترض هلا بذكاء شديد ولا ارى اعلاما ذكيا لا هون ولا بسوريا مع احترامي للكل لحتى يقطف ما يجري في مصر. جزء من الراي العام المصري النظيف اللي بعد من حوى بلش يفهم اللعبه، بلش يقول انه بسوريا كان في مؤامره وهلا نحن علينا، روح اقطفوها. ما تبلش تثقيلي يعني خطابات، بده يقطفها بشرح القصه بالتعاطي باعاده فتح الخطوط، بانك انت تطلع بطريقه كثير ذكيه تشرح بالاستراتيجيه الهدف تفتيت سوريا والجيش السوري، الهدف تفتيت مصر، الهدف الاستراتيجي هو لمصلحه اسرائيل اللي بدها تعمل يهوديه الدوله، الهدف انهاء القضيه الفلسطينيه، الهدف العبث بالامن اللبناني وتوطين الفلسطينيين فيه، وكل هذا الامر بده يتعاطوا بذكاء. ما بكفي القي خطابات واعمل هيك بطريقه ساذجه، كلنا عم نتعاطى بكل اعلامنا عم نتعاطى تماما مثل موضوع الجيش اللبناني وعبره. سقط هذا، لا بدي بس عن اعلاميا عم بحكي، سقطت هذه القوى السياسيه لانها ما عندها ادوات اعلاميه صحيحه. بدل ما توظف انتصار الجيش لتعزيز قدرات الجيش المعنويه ونستفيد منها لندخل لضرب الفتنه، رجعونا نحن على كره الملعب على كحراس ملعب، اجى اعلام الاخر وسياسه الاخر رجعت هجمت علينا، صرنا نحن والجيش بدنا نعمل هيك، لا 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 ما صار هيك بنعمل سداجي. في قله ذكاء
في نوع من التعاطي اللي بعده على سياسه فيل، سياسه فيل سلحفاتيه، ما عم تقدر قادره على انه، لانه اعلامنا قال للاسف اعلام ردات فعل عند البعض، مع احترامي للبعض الاخر، اعلام ردات فعل. وهلا نفس الشيء لازم نستفيد من 30 وال40 مليون بالراي العام المصري لترجع تحيي فكره الوطنيه والقوميه. يا عمي ما حدا جاب سيره سفاره اسرائيل، ولا حدا جاب سيره كام ديفيد، ولا حدا جاب سيره الغاز، بس قالوا انه اعاده تسيير اعمال السفاره السوريه في القاهره. لا مش صحيح للبعض الموهوم، هاي الاوراق الورقتين اللي انحطوا على المواقع موجودين من الشؤون القنصليه مش السفاره، لم يقف، بالعكس في كلام لعدل منصور قال لن تفتح السفارة حتى إسقاط النظام. مش صحيح. وين قال هذا الكلام؟ هو انتقل عنه على 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 تويتر تبعه كمان. لذلك مش صحيح انفتحت السفارة. لو انفتحت السفارة كان طلع قال واحد باسم وزارة الخارجية إعادة فتح السفارة السورية. في بالعكس في نقمة، ومبارح طيارة بعد ما وصلت رجعت الطيارة السورية. خلص هلا ممنوع السوري يفوت، لأنه لقوا بين الإخوان المسلمين 4-5 آلاف من المعارضه السوريه المقيمين في مصر، هن اللي عم يخبطوا، هن اللي عم يتحركوا يعني مع بعض مع جنسيات حكي اخرى. حكي عن هذا الامر، لذلك هلا كمان هلا في نوع من القطريه والشوفينيه عند الشباب المصري. يعني عم تابع الاعلام المصري بالليل بيحكوا كلام صار يعني كلام ضد السوري، ضد الفلسطيني، ضد بشكل بلش يذوقوا الكاس المره تبعت سوريا. بلش يذوقوها مثل ما هلا نحن عم ندوقها هون. يعني بقرا اليوم كم بنغالي كان في عند احمد الاسير، كم بعد في اكثر هولي مين اللي هون؟ 4 أو 5 بنغالي. عال ما هولي جايين، هولي جايين لحتى يعلمونا السياده والاستقلال ويعلمونا. هلا ما بدك نحكي هلا جايين على هذا الموضوع. خلينا بما انه فتحنا الموضوع السوري، انه كان لا العام عم يتلهى بمصر وانظاره موجهه الى مصر، بالمقابل ما كان كثير عم ينحكى عن ما كان عم يجري بحمص على الارض، حمص يعني فاتت بدوام الدم كثير كبيره. قبل كانوا عاملين حساب شوي يمكن لحمص القديمه ولا تراث القديم بس بحمص في حي الخالديه بس والمحيطين في 70% من حمص، يعني بديش اقول محرره لانه مع الجيش السوري مع النظام. الباقي كان مع المسلحين اللي شفناهم امبارح على المواقع كيف عمال يستغيثوا. بالتالي اخذوا الخالديه هلا، بضل في عمليه التنظيف. بتخيل قصه 4-5 أيام، يعني لك واضح معسكر تحريك المسلحين تفكك، الان تفكك. اجى المشهد المصري لياخذ له جزء من اهتمامه لمحل ثاني. اذا بتجي انت بتطلعي هلا لا يوجد اي قدره لدى المسلحين حتى لو جابوا سلاح على أن يحدثوا نقلات نوعية بالصراع مع النظام اللي وإن كان قد تباطأ كتير بالسابق لحتى رجع حسم الأمور، لكنه الآن واضح أنه هو أنا كمان هو ما بدوش يروح على جناف ويسمح لهم أنه يحققوا أي محل. عم يضلوا يضربوا بالأطراف، يعني صوب الرقة صوب أي محل ببعض، بس أنت ما بقى قدرانين. يعني البعض ما بدوش يصدق أنه خلصت. إيه برجع بعددها، خلصت بالرؤى الاستراتيجية. يعني هدفك الاساسي انتهى. انت بالامن بتقدر تعمل، بتقدر تفجر سيارات مثل هلا عندنا بضاحي، بتقدر تقتل ناس، بتقدر تاخذ ضيعه، بتقدر تعمل، لكن خلص انتهت. هلا اذا حمص بايد النظام والمدن الساحليه ودمشق ووصولا الى درعا والمرافق والمطار وكل شيء، والوزارات عماله تشتغل وكل شيء رغم الوضع الاقتصادي، طيب انت بس بالامن بتعمل. ما ادراني هلا التناقضات بمعسكر اللي انضرب، بالموضوع القطري، بالتركي اللي اكل كف، بالموضوع المصري اللي كان بده يبعث مليون مرسيه مش عارف شو بده يعمل، وسوريا سوريا سوريا. ما قدرانين هلا يتفرغوا لهي. بدك تنتجي من معارضه الداخل حاله جديده لتتمكني ان تتمكن ان هي تتحاور مع النظام لحتى تروح على جنيف، غير هيك ما حيزبط. عشان هيك بضل الافق مفتوح لصراع، بس ما حدا بيقدر يحسب من المعارضه المسلحه، ما بقى عندهم افق، انتهى الوضع، راح لهم ظهير هلا بالاخوان. طيب بس اليوم مش هينه فكره انه عندك حلب، وكنت حضرتك عم تتحدث حلب انسانيا، عم تتحدث عن حلب انسانيا وغير انسانيا، انسانيا واستراتيجيا. حلب يعني عم تحكي انت هي المعركه الاخيره، هي المعركه وعندك الأخيرة. درعا عم تحكي بحدود الاردن، درعا بعد ما انتهت يعني عمليا، بعد ما فينا نقول انه تمت السيطره بالكامل على درعا. في عندك هذه النقاط الحدوديه يلي يقال انه لن يسمح للجيش السوري بانه لو شو ما كلف الثمن بانه يسيطر عليها بالكامل.
لانه فيها خطر حدودي، يعني فيها خطر على تركيا، فيها خطر على الاردن. هي معركه الحاسمه. لا درعا مش بس الاردن، درعا الاردن والسعوديه. ما في مشكله، المعركه الحاسمه بتكون اخر شيء بحلب. قبلها في شيء كان عمال يعد من شمال الاردن باتجاه سوريا، في وحدات منتخبه بشمال. وانا كنت دائما قلت له شو في وحدات 700 جندي امريكي من بعد عمليه الاسد المتاهل ومصوره الارتال وبعتين كل شيء على اساس محضرين انه بيفوتوا بعمليه اقتحام وصولا لدمشق. ارسل بس كان واضح الامريكي لما قال انه ما في عمليه الانخراط بحرب في سوريا، ممكن يتم عمليات امنيه، عمليات نوعيه هيك ضربه ضربات على الخفيف. يعني هل تغيير جذري على الارض عسكريا انتهى الامر؟ بعد عندهم امل بالامن انه يوصلوا للرئيس او يعملوا اي شيء. انا بدي اقول لك شغله، اللي عرفته انه اخذ انذار ونقله الروسي، اي لعب من شمال الاردن باتجاه منطقه درعا وصولا لدمشق فتحت الجبهه مع اسرائيل. وانت بس تقربي على الموضوع الاسرائيلي كل شيء بيرجع بيتغير. وهلا انا بعدني عند رايي، كلما رفعتي بيئه المواجهه مع اسرائيل كل ما انت بتغيري وقائع على الارض ولصالحك، مش مثل ما بيتوهم البعض. مش مثل ما بيتوهم البعض. لذلك هذا الامر عم بيحصل تماما. هلا انه اللي عم نشوفه على الشاشه هو الصور للانفجار، هذه نقلا عن قناه المنار، معناتها انفجار كبير. عم نشوف الدفاع المدني كيف عم بيسارع لاطفاء الحرائق، لانه يبدو انه في سحب دخان كثيفه وفي حرائق، وحكي عن سقوط عدد من القتلى والجرحى تم نقلهم الى مستشفى بهمن. يعني هو بدنا نتوقع المستشفى الاقرب الى المنطقه. بدنا نتوقع. ضل في نقطة بس بموضوع التعاطي الأمريكي مع والسعودي مع ليش هلا الأمريكي عم يضرب ضربتين؟ لأنه بده ياخذ من الجيش المصري تأكيدات بالموضوع الإسرائيلي. يعني أنت بترجع بتعطيني اللي أعطاني إياه الإخوان، ما فيش اقتراب من السفارة الإسرائيلية ولا كام ديفيد ولا الغاز ولا كل ما هو قائم، أنا برجع بدعمك. عشان هيك هلا عم بيخليه يرقص للجيش المصري ولكل الوضع، وقاعد بيعمل ضربي هون ضربي هون، ناطر هالكم يوم لحتى ياخذ هالتاكيدات. عشان هيك هلا الحكي اللي عمال يتم، وانا برايي اي حياخذها، لانه لا يوجد قائد ثوري في مصر الان قادر على 30 مليون. ما حدا قرب قال في سفاره اسرائيليه، وبتحكي مع حدا بيقول لك وهي مالها، رايحين اخذين لهم عقلهم على محل ثاني. مرسي طيب، اوكي بس مرسي. قبل شفنا حركه امام السفاره الاسرائيليه وشفنا انزال علام 300 واحد بعرفهم مين كمان 300 واحد، ومين مين الشاب الاعلامي اللي حركهم؟ الله يوجه له الخير صديقنا. ايه عم بحكيكي جد، ايه عم بحكيكي جد، 300 واحد بالبلد فيه 85 مليون. لن تستقيم لا مصر ولا اي احد الا ما نرجع البوسطه تبعيه الصراع باتجاه الاسرائيلي، ولما بصير في انقلاب على كام ديفيد وتستعيد مصر سيادتها. مش عيب 30 طيب هذا صار حلم 30 ما حلم 30 هذا صار حلم لما كل شيء بيتقاطع عند مصر. هذه الجماهير اللي طلعت تحلم، ولكن هناك من سطى يسطو على الحلم بالميديا. عشان هيك عم بقول لك ايديولوجيا، عم بقول حلم، وهذه جماهير تفتقد الى القائد. وتفتقد مثل ما تفضلت وقلت الى تصحيح وجهات البوصله. بعد فتره قد تنتج للاسف، وسينتج هذا الامر، وكل بس بموازاه احلامها هذه الجماهير عم بتصير هذه الاتفاقيات اللي عم تقول عنها وطلب الضمانات. لانه القبضه الماليه الكبيره التي قادره والقبضه الميديا هي اليوم المسيطره على العقول. مثل ما قلت لك مرة الماضي بنفس الحلقه جورج فيدال، نحن يعني الأسماك التائهة في المحيطات، نحن نعطيها الضوء وهي تأتي إلينا فنصطادها. السمك بالمحيطات تحت بالعتمة بتعطيها كمية من الضوء بيجي تماما مثل بالأسكيمو. الأسكيمو كيف بيتصيد؟ بيفتح بالثلج حفرة كبيرة، بتيجي الشمس تنزل، بيجي السمك على الضوء بيتصيد بسرعة. الآن نفس القصة، الآن غرفة العمليات السعودية الأمريكية ومن وراءها عم تتصيد أحلام المصريين بأن ترجع مصر لدورها لقوميتها. ممنوع جمال عبد الناصر آخر، لأنه ليش؟ إذا رجعتي أنت مصر بينتهي الدور السعودي، وبعود يبين مثل قطر ولا بعود يبين في حدا تاني. نعم، خلينا ننتقل كمان. عم نشوف هذه الصور المباشرة، نقلنا عن قناة المنار،
فعلا كثير كثير انفجار كبير وعم نشوف سيارات مشتعله داخل المرآب، ويبدو انه بدها تبلش هلا عصر جديد وسياسه جديده بالتعاطي مع الملف الداخلي اللبناني. استاذ رفيق، يعني الرساله وصلت؟ الرساله وصلت، الرساله مبعوثه من فتره طويله، يعني أنا سواء كان المعارضه سواء كان جبهه النصره بغير جبهه النصره، الجيش السوري الحر، كله تحدث عن انه سنبدا بعمليات، وحددوا قالوا ضد الضاحيه الجنوبيه وضد حزب الله. ليس فقط على قصه القصير، قد تكون رد على عبره، مش مشكله. هلا هن عم بيلعبوا مع ناس قاريين، مش رد على عبره يعني. ما كان في تهديد واضح قبل، من قبل عبره ما في مشكله، من قبل، لا بعد عبره صار في ثقافه، صار في ثقافه كثير كبيره. يعني انك انت تطلعي تدافع عن واحد متطرف بهذه الطريقه وتتبنيه على انه هو صار يعني القائد الملهم وهو غيره، لا، هيدي تحضير البيئه. ما انت مش المشكله كيف الادوات اللي بتنفذ، انت بتحضر البيئه، بتحضر الخطاب، بتحضر المسرح، ومن ثم بتتنفذ العمليات اللي عم بتتم. ايه هلا هذا المتوقع على الناس اللي بتضحي هلا، انه يحفظوا امنهم. كيف بده يحفظوا امنهم؟ كيف بده يحفظوا امنهم؟ والله لا، هيك بفترض انا، هيدا اللي بفهمه. ايه بس كيف عم تدعي لامن ذاتي يعني؟ طبعا نشوى اصلا ما في امن ذاتي. لا، انا ابن الضاحي وبتحدى واحد يجي معي ويفرجيني حدا حامل بندقية بكل الضاحية. أنا ماني مبسوط بذلك. بكل الضاحية، بكل جنوب لبنان. شو لازم يصير اللي بيقدر يقول إنه بيشوف مظهر مسلح واحد؟ وأنا هون بس بدي أقول شغلة صغيرة بموضوع سلاح حطيتها اليوم الصبح، خطرت على بالي. نحن بأدبياتنا السياسية والإعلامية والخطاب وبالحملة، سلاح حزب الله، سلاح حزب الله، سلاح حزب الله. ليه ما حدا عم يجيب سيرة السلاح الفلسطيني في لبنان؟ أينو عنده أمن ذاتي؟ هل تستطيع انا او انت او الجيش اللبناني او درك يفوت على مخيم عين الحرب؟ هذا متفق عليه، ومحفوظ داخل المخيمات. مين قال؟ هذا سلاح حق العوده. لا ايوه، فينا نقول ما بدك، وهذاك سلاح كمان مشان ردع اسرائيل. حبيبتي يا عيوني، ثلاث ارباع السلاح اللي راح على سوريا واللي هلا موجود بالبلد من المخيمات، مع اني انا كقومي عربي انا ما اسلح الفلسطيني اينما كان مشان قتال اسرائيل، بس خلينا حاج كذبوا علينا وضحكوا علينا. تعال قل لي انا بدي سلاح الفلسطيني كمان، قل لي لشو بتقدر؟ ليه ما بتحكوا؟ وما حدا معتبره سلاح سني مثل ما البعض بيفتكر، نحن انا بنزره سلاح قومي، سلاح فلسطيني، بس طالما هيدا السلاح متفاهمين ونحن ب 13 مخيم بالبلد، مين بيقدر يفوت على مخيم رشيديه جنوب سور؟ مين بيقدر يفوت على مخيم بس هيدا الشيء قعدوا على طاوله حوار بادار 2006 واتفقوا على انهاء حاله السلاح خارج المخيمات الفلسطيني، خارج المخيمات الفلسطيني خارج المخيمات، وضبطه في الداخل. قعدوا كلهم كانوا قاعدين على الطاوله وحكوا عن وين كان مضبوط، هيك حكوا انما نفذوا، هيدي مشكلة دخلك يعني. هلا معلش انا يعني مع تحياتي للجبهه الشعبيه، القياده العامه واحمد، انا بحبهم قد الدنيا، كويسين جماعه من النضاف، ضلوا على الاقل. طيب برجمه وحده اللي هي 12 وحده على تله النعمه بتوقف مطار بيروت وبيروت كلها، مزبوط ولا لا؟ صحيح. شو عم يحكوا هن؟ على شو عم يتفلسفوا؟ فهماني خطتكم ومين محرككم بعدين بالرياضيات دخلك ابي وكري، شو بتساوي؟ ادي مش هيك؟ طيب لما انا الاسرائيلي بده سلاح حزب الله، والامريكاني بده سلاح حزب الله، والرجعيه العربيه اللي بدها تصفي القضيه الفلسطينيه بده سلاح، وانتم بدكم سلاح، ابي بلس كري يعني اوكري، مش هيك؟ كله بخندق واحد، كله بخندق واحد. لذلك هلا نحن حنكون ايام هلا قدام هاي المشهديه، حنكون قدام هدول. ويا خوفي يا سمر، يا خوفي ثلاث مرات، ما انه يكون المخطط اللي راح حط هاي بالضاحية وممكن يحط تاني، يروح يحط بمنطقة أخرى غير مذهبيا لحتى نولع. يا خوفي في تجارب يعني انه صواريخ كسروان، شو هي عم بقول لك؟ يا خوفي انا اقول انه هلا صارت حصيدة الجرحى بمستشفى بهمن حوالي 15 جريحا بعد ما صار في احصاء عن قتلى، يعني ان شاء الله اذا ما بضل خفيفة يعني. ان شاء الله ما تكون كثير. وبنفس الوقت عم بدم التحذير من إمكانية وجود أبوة ثانية أو سيارة ثانية، وعم يطالبوا من الناس انه تبتعد. هو فعلا بهيك حالات مفروض انه الناس تنقرا هلا بعد الظهر، تنقرا بكره، بيقروها بشكل كثير كويس، وفي امكانيه، في امل، بيعرف مين وكيف، مش مشكله يعني كله متوقع. بس انا عم بقول لك يا خوفي، هذا اللي كنت اقول لك عنه بالزمان، بدها تيجي حاله
عندما يفشلوا مثل ما فشلوا قصة أحمد الأسير أنه يعمل فتنة سنية شيعية على مدخل الجنوب، مثل ما فشلوا بمناطق كثيرة، مثل ما قدروا بطرابلس وصلت لمحل ما قدروا، بدهم يلجأوا لأساليب أخرى حاطينها على أجندة بنك أهداف، لأنه المطلوب الآن أنك تعمل فتنة سنية شيعية، لأنه ما زبطت معه بسوريا، ما زبطت معه بسوريا ولا تغذية موجودة بعد ما نتخبى وراء فكرة أنه أنا بقول لك البيئة تحضرت، تحتاج توقيت القرار والتنفيذ، عشان هيك لا حكومة شو بدك شو قال اليوم قال بعشرة أيام بده يقدم سأل السعودية بغير محل، لا عشرة أيام ولا عشرين يوم ولا ثلاثين يوم ولا أربعين، لا حكومة الآن ولحظة فراغ أمني وسنبقى على ما هو عليه، كنا بالمشهد السوري هلأ بالمشهد المصري وبكل التداعيات اللي عملت بنفس الوقت استمرار خطاب التحضير لبيئة الاشتباك السني الشيعي بعده هاي رغم كل الدروس اللي عملها، هناك من يحضر لأنه مطلوب منه على الساحة اللبنانية مثل ما كان مطلوب بدور أحمد الأسير بأنك تعملي فتنة سنية شيعية بمدينة صيدا وبمدخل الجنوب، واللي أنا حكيت خطتها كيف كانت يعني صحيح. عندك النعمة، شوف المثلت النعمة صيدا جزين لفوق، هذا المثلت كان هو بده يكون نقطة الاشتباك، وبتقطعي أنت الطريق بتفتح اشتباك بصيدا ما بتقدر المقاومة تفوت فيه لأنه بده يصير سني شيعي، يتمدد الأسير، شوف شو اللي كان بده يحصل، وفي البعض بيعرف احتلال ميناء صيدا، كانت الخطة اغتيال أسامة سعد وبسط السيطرة على ميناء صيدا حتى يكون رصيف إنزال مثل ما بالشمال وبطرابلس القوارب اللي بتجي من عرض البحر، انزال جماعة جبهة النصرة تغذية هاي المنطقة، نعمة اقليم من عند صيدا لعند المنطقة المسيحية بجزين، تلتقي مع قطع بالبقاع الغربي على المقاومة لتفصل البقاع الشمالي عن هذا البقاع، وبتفوتي باشتباكات جانبية. مش هين هيدا السيناريو اللي عم تقوله يعني؟ عم نعيشه طولوا بينا خليه طولوا بينا. تحضير شيء ما حول مخيم برج براجني اللي هو بعمق الضاحية، ثم بصبرة وشاتيلة اللي هو على كتف بيروت، هذا كان مخطط وما زال تماما مثل سبع أيار مثل خمسة أيار. أحبط برأيك أو أحبط جزء منه؟ ما حتزبط معهم لأن الطرف الآخر لا يريد فتنة سنية شيعية، بس ما فيك تضلك عم تنقتل وما بدك. قد ما بدك يعني مش بدهم يبعثوا سيارات، هلا قد ما بدك يبعثوا ما حينجح. بالنهاية في رأي جمهور عام، بالنهاية في رأي عام يعني حتى هذه المقاومة حتى حزب الله، حتى يعني كل شيء له حدود، قديش بده يضل يقدر يسيطر على الرأي العام. أنا بقول لك آخر شيء بدك إذا تحرك بيخسروا المعركة، بيخسروها بشكل لا يمكن أن يتخيل أحد إذا كانت الحكمة بعدها لحد هلا، لأنه النظرة استراتيجية صراع أبعد. شو بيصير؟ ما حدا بيقدر يفهم. سبعة أيار جديد يعني؟ يا عيني أنا بس سبعة أيار، أول شيء شو صار بسبعة أيار؟ هلا ما بدنا نرجع نعيش، نحن عم نسميها سبعة أيار، عم نسميها سبعة أيار، الخريطة بما معناه إنه بما معناه إنه سيتمكنوا من توريط الحزب أو جروا إلى تحرزش ليدخل الحزب داخل مجددا، تحرزش ليدخل الحزب، لا ما لك في قرار مركزي عند حزب الله، وانا ما عم بحكي بلسانه يعني، وحتى عند الرئيس بري وحتى عند جمهور 8 أزار حتى عند سليمان فرجي، حد ما بده ينجروا لفتنة سنية، لانه اخر شيء بتخسري فيها ما بتخسري بالعسكر بس بتخسري بكل بتشتت اهدافك. في الاسرائيلي قاعد ناطر. نوال بري اصبحت موجوده في موقع الانفجار في الضاحيه الجنوبية أو عفوا بمستشفى بهمن. صباح الخير نوال. نعم سمر صباح الخير، نحن متواجدون الآن في مستشفى بهمن يعني أمام الطوارئ، كنا قد دخلنا منذ بعض الوقت للإطمئنان على الإصابات وتبين لنا أنه هناك حوالي 14 مصابا والجميع إصاباتهم دقيقة بحسب الطبيب المراقب، وبالتالي ليس هناك أي حالة حرجة أو يعني الحمد لله ما في ولا قتلى أو ضحايا جراء هذا الانفجار، فقط 14 جريح وجميعهم يعني جراحهم خفيفة بحسب الطبيب المراقب هنا وبحسب الطوارئ في مستشفى بهمن، ولكن يعني بالفعل هناك
عدد كبير من المواطنين المتجمعين امام الطوارئ، منهم من جاء باقاربه ومنهم من ينتظر اهله في الداخل، ولكن نطمئن الجميع بانه لا قتلى في هذا الانفجار، فقط 14 جريح جراحهم طفيفه كما كنا قد ذكرنا، وطبعا سنوافيكم بالصور يعني بعد قليل هنا من امام المستشفى. شكرا لك نوال بري، حدثينا مباشره من امام مستشفى بهوان. الحمد لله يعني ان شاء الله برضه عمال اقول لك سواء كان في شهداء او جرحى او شيء، هاي رساله، هاي الرساله قد تكون مقدمه يعني، هلا بيقروها الشباب، مفترض يقروها، يعملوا تحقيقاتهم، يشوفوا عندهم كاميراتهم، ما مش مشكله. يقول هذه المشكله مين بيحط مين كتار كتار، الحمد لله هلا يعني بيتبرعوا بانه يجيب سياره مفخخه ويحطها، وانا بعترف انه كل الساحات مخروقه يعني خلص. في عندنا كمان المستفيدين البلد يعني، لا لا البلد من فلتان، الجو العام البلد يعني فلتان امام جمله اهداف لكثير من القوى وكثير من اجهزه المخابرات اللي عم تشتغل على الارض، ولكن اهم شغله انه نحن ما تكون رده فعلنا غريزيه باتجاه انك انت تعملي فتنه، عشان هيك قلت لك يا خوفي ثلاث مرات من انه يكون الراس المدبر يحط بمحل ثاني، يعني خليني اقول لك اكثر منطقه بشارع سنه لحتى ينقال وكأنه رد فعل على صارت واضحة شارع سنة. أنا هذا بدي العالم تفهمها يا عمي، بده ينعمل فتنة سنية شيعية لتواكب كل اللي عم يصير بالمنطقة. طيب شو الثمن؟ خلينا نشوف قبل ما نسأل شو الثمن، شو عم ينعمل لتفادي بالخطاب السياسي لتفادي هكذا فتنة؟ للأسف ما في، صارت أحداث عبرة. صار اللي صار، حملة مضادة قوية على الجيش اللبناني، طب ناس مع وناس ضد، بس الأكثر شيء بارز هو الخطاب السياسي اللي سمعناه ل 14 أدار، وبالتحديد من نائب السيدة بهية الحريري، من دولة الرئيس فؤاد سنيورة. كان في خطاب بطرابلس، وكان في خطاب في مجد اليوم باجتماع 14 أدار، ومثل ما تفضلت وقلت في خطاب شوي بتحسه صادم، شوي بتحسه أنه يفتقد الى المنطق العقلاني. للاسف انا بدي لك شغله، انه توصل سيده بهيه الحريري مع احترامي الخاص ان تشبه الشهيد رفيق الحريري باحمد الاسير، انا برايي لازم تراجع كثير هذا اللي كتب له. اذا كان مكتوب، هي قالت انه احداث صيدا مثل 14 شباط. شو هالحكي؟ احداث 14 باط بيجي التاريخ بكره ببين من هي الغرفه السوداء الكبيره اللي قتلته لرفيق الحريري، وما هي الاهداف اللي شكلت مدخل للشرق الاوسط الجديد. شو بدك سوريا ساعه، سوريا ساعه، حزب الله ساعه كذا، بكره ببين الدور الاسرائيلي والمخابرات الامريكيه وجبهه النصره اللي 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 بتنفذ العمليات اللي شكلت مدخل. كعمي مدخل كانت 2005 لاخراج الجيش السوري وانقلاب بسوريا ومن ثم العبث بكل المنطقه كلها سوا. خلينا هلا بس انه رفيق الحريري كان قاطع طريق عبره، كان يقطع طريق صيدا ولا باني صيدا؟ بدنا نفهم، باني بلبنان ولا كان يقعد على البسكليت ويربي دقنه ويقطع الطريق على الناس؟ بدنا نفهم هذا التشبيه. انا برايي كل اللي سمعته نتيجه تضعضع المستقبل، وقبل هلا قلت على الطاوله المستقبل ثلاث شقف، راحت شقفه منه هلا التطرف، راحت خلص صارت محل وتورطت شقفه اللي هي بعد عمالة تترنح ما بينها، وشقفة ما عارف في قرارة أساسا هو مع مين. هل يعني بالنهاية قالوا قيادات ما في قيادات، ما في قيادات اللي على الأرض شيء، اللي ببيروت شيء، رئاسة فؤاد السنيورة شيء، تجليات سعد الحريري برا شيء، اللي ساعة هو بده يمدد لجان قهوجي ساعة بيقولوا لا شو عملت، بيطلع أحمد فتفت بيقول لا ساعة، يعني في نتيجة ضياع أخذ منه التيار السلفي، أخذت منه جبهة النصرة اللبنانية الجديدة الشارع. المشكلة بدل ما يزيح عنا ليرجع يستقيم ويفوت، يا أخي خليك موقفك السياسي ضد مين ما بدك، بدل ما يرجع ياخذ موقعه عم بيضطر يلحق التطرف، عم بيضطر يلحق السلفيين. أنا بتبنى أحمد الأسير، أحمد الأسير صار هو هلأ خالد بن البوليد، إذا هو صار بيمثل تيار المستقبل فليترأس تيار المستقبل ويجي يشتغل سياسي. إذا هو إذا أنت بتقولي إنه كل شيء كان يقوله بيعبر عن أهل صيدا، يحيي صيدا عاشي مرتاحة، وما تبين إنه هي العالم رجعت وأهل جنوب يوقفوا قدام المحلات والعالم كله وكل شيء، ومثل ما صيدا بكل قياداتها وفعاليتها بما فيهم بعض القيادات المستقبل يحوا مرتاحين، بين تبين لا مش مزبوط إنه كان هلأ أحمد الأسير. يا ست بهية، يا ست بهية يلي بتمثلوا مفترض أنتوا أنت الجنسية معينة يا ستي ماشي الحال، هلأ أحمد الأسير
بس انا بفهم ليش عم تحكي. ليش؟ لانه غرفه العمليات السعوديه هيك بدها، لانه غرفه العمليات من المشروع اللي بدها تضرب المقاومه هيك بدها. الشباب انخرطوا، ما بقى قادرين يطلعوا من الموضوع. هني بيعرفوا انه مطلوب منهم انه حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله الى ابد الابدين، لانه المطلوب هلا بهالمرحله خليجيا وامريكيا واسرائيليا. طيب اذا مطلوب منهم حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله، والجيش ليش عم يهجموا على الجيش؟ ما فرقاني معه حدا الجيش، ولا حدا فرقاني معه اخوة الامن الداخلي، ولا حدا سال بال16 17 18 شهيد من الجيش و120 جريح، ولا حدا سال. بقرا لك كم واحد، ما انت قريتيهم الجرايد اليوم، كم بنغالي، شو عم بيساوي السوريين بعبره يا ست بهية؟ يا ست بهية شو عم بيساوي السوريين بعبره؟ هولي جايين كمان لحتى يعني يعبروا عن السودانيين وغيره، ليعبروا عن طموحات اهل صيدا عاصمه المقاومه، صيدا نزيه الابرصلي، صيدا اللي ممرنا وحياتنا وشرياننا وبستاننا. ها هي ما قيمه رفيق الحريري هيك كانت بمنطقه القومي اللي طلع من صيدا الناصر العروبه واللي هو اجى بناها، بتجي بتحطي انت احمد الاسير بتقولي بيشبه 14، هل قد التجليات كانت احمد الاسير كبيره؟ شو اللي صار احمد الاسير؟ يا عم الشارع السني مش هيك، ولو كان بلحظه ما ماخوذ، بس لا مش هيك، بعده مع عروبته، بعده جزء منه اساسا مع وطنيته، بعده مع الجيش، بعده مع الصراع مع اسرائيل، لذلك خطا عم بيرتكبوا اخطاء كثير كبيره. ولكن بدك تسالي من هو المحرك؟ من هو اللي عم بيعمل هالثقافه؟ من هو اللي قاعد عم 14 اذار بسادة؟ شو عم تسوي بسادة؟ رحتوا على عرسين خربتوها، رحتوا مره على خربتوها، رحتوا على طرابلس خربتوها، رحتوا هلا على صيدا. انا برايي الجيش عمل انجاز تاريخي. انا بتربيتي ضد السلطه ضد العسكر، وكنا حذرين نحن بالجيش اللبناني، لانه طول عمرنا ما كنا ما نحس انه الجيش اللبناني دافع عنا بجنوب. وانا هلا بكتابي محطوط انه كنا نروح على مخفر حولة اللي كان برات ضيع بوج المناره، نقول والله في مدفع مصوب على المناره. لما رحنا مره بدنا ناكل تين اكتشفنا انه هو عمود خشب اسود تبع الكهرباء وحاطين له هذا، هو خشب كان مدفع خشب. نعم لذلك انا هلا برايي الجيش اللبناني عمل انجاز. حرام تهينوه وتقولوا حزب الله اشترك معه، لانه هيدي بتضرب معنوياته. اثنين، وقف فتنه طويله عريضه بالبلد، كنتوا بتدفعوا ثمنها، ليش اذا صار في فتنه انت بتبقي بمجد اليوم؟ معلش خليني احكي، ليش بصير ببيروت بتضل بيروت اللي شايفينها؟ يعني مش عم يلعبوا انه لحتى تحشروا حزب الله لانه مطلوب منكم من برا بتدمروا البلد. وبعدين بدي احكي شغلي انا بالاكثر، انه اما بيستلم سعد الحريري والمستقبل البلد او بنحرق البلد. لك يا خي عم نشتغل سياسي، ما كنتوا انتوا 15 سنه على الكتاف، حزب الله اللي حاملكم. مين كان حامل مشروع للشهيد رفيق الحريري؟ السوري وحزب الله اذا بدك للمضبوط، مش المسيحيين بلبنان. اللي حمى واللي خلى رفيق الحريري يعمل اللي عمله وكل هالانجازات وغيرها وكل التفليسي حتى نتيجه الحمايه السوريه اللي هو اللي بسموه النظام اللبناني السوري، اللي انتم كنتوا اتباعه مش نحن كنا، انا ما بعرف حدا نحن فيهم. وحزب الله الا اذا بدش تعترف انه كان كل جمعه 10 ايام الرئيس الحريري يكون متروق عند شراك، يوصل يتغدى بالسعوديه، عشيه يكون عند السيد حسن الساعه 1:02 بالليل بالضاحيه الجنوبيه، اللي ما حداش بدوش يعرفها، اللي حمى مشروع رفيق الحريري بالبلد، وهيدا جزء من الاخطاء ومن الحلف الرباعي وغيره وغيره وغيره. هو 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 حزب الله هلا صار عدو، سلاحه مش عارف لوين رايح، ايه حاطط صواريخه لهذا المحضره لتضرب تل ابيب حمايه للبنان بيوم من الايام، قاعد مصوبه يمكن على الداون تاون. بعدين شو له حزب الله ببيروت؟ بلبنان؟ الداون تاون لحزب الله؟ شارع المصارف لحزب الله؟ وكالات السيارات لحزب الله؟ الميدل ايست لحزب الله؟ مطار بيروت لحزب الله واللي فيه؟ ما لكم، شو له حزب الله؟ شو بيملك حزب الله؟ حدا يفهمنا، بلكي بياخذ شقفه، يعني انا كمان من انا زلمه قاعد، بلكي بنقول له حزب الله خي تعال انت بتمثل الشيعه ونحن اعطينا شقفتنا، بس حتى يخبرونا شو له حزب الله؟ انا بدي اعطي امثله، مزارع شب على مين؟ مزارع شبع على مين؟ من يملك مزارع الأرض؟ بيملكوها دار الإفتاء السنية وشخصيات سنية، وفي ثلاث أسماء قريتهم المسيحيين. لا يوجد متر واحد لشيعي بحب مزارع شبع. كم شهيد رايح لحزب الله بأرض مزارع شبع؟ عم يحررها لبيو؟ جنوب سوريا عمي لغايه الناقوره مش لاهل. طيب بكره بيطلعوا هول السنه اللي بيملكون يلي عم تقول، عم لك يا حبيبي تعال انا ما وكلتك تحرر لي اياها، ما بدي اياها. ما هو ممنونين هالالاف الشهداء اللي حررنا فيهم، اللي قتلنا وراحت بيوتنا وراحت 48 لحد هلا، لحتى يجي واحد يقول لي تعال على شيء.
داون تاون ما سرقها حزب الله. مش هيك؟ ولا عمل هلا الواجهه البحريه مين بيملكها؟ بس في شيء عايملكون في الداون تاون. شو بيملكون؟ شقه؟ محل؟ الأجار؟ شارع. شارع شو هو؟ اينه؟ زقال بلاط؟ لا بالداون تاون. وين؟ في شيء شارع شيء بدلين عليه؟ يعني نص شارع اذا بدك، شقفه من شارع. ما ولا شقفه ولا لهم شيء، ولا لهم شيء، ولا حدا له شيء. وما بيعرفوا يدافعوا عن نفسهم، انا عم بقول لك ولا بيعرفوا يدافعوا عن نفسهم لانه تسويتيين كمان، خلي يلا بنزعلوا مني اليوم. عن مين عم تحكي؟ عن كل من الحزب والكل نتيجه التسويات اللي عملها الحزب، انا هيدا برايي وصلنا لهون. ونتيجه التسويات اللي عملتها حركه امل، ونتيجه التسويات اللي عملتها 8 اذار، ونتيجه الجبن تبعهم، ونتيجه عدم امتلاك الرؤيه، وصلونا لهون، لانه انا اللي بحرر ارضي انا باخذها. لانه لو جينا بعد ال 2000 وفتنا لحتى نلغي النظام الطائفي وعملنا قانون انتخاب ما بفوت انا لا بالرباعي ولا بفوت انا بهي التحالفات اللي عملتها، كناش وصلنا البلد لهون. انا عم بحكيكي بدغري بصراحه. نعم. هذا الامر اللي نحن وصلنا لهون، بس ما معناتها انه انا نتيجه كل هالانتقادات ما بقدر افهم انه هذا الموقف الشريف اللي بيتعلق بالصراع مع اسرائيل. شو صار احنا عندنا من خمس ايام بالنسبه للغاز؟ وين الحقل الجديد الاسرائيلي؟ على بعد 4 كيلومتر، يا عمي الغاز لا يؤخذ بس فقط عموديا، افقيا يعني هلا نحن قاعدين ملتهيين لحكومه، ملتهيين بهذا العبث، ملتهيين بالسيارات المفخخه، ملتهيين بكل الصراع ومين قائد الجيش وولي وكل واحد شو بده يساوي، وسوريا غرقانه بدمها، اسرائيل عماله تسولي على الغاز، لا سامحه لسوريا ترجع تستقر لانه الغاز السوري هلا يحكى انه في عمليه شراء لسفن حربيه. نعم. من قبل. نعم. اسرائيل لحمايه الغاز. بس في مقابل شغله ما حدا بده يعطيها اهميتها، شو قال السيد حسن؟ وانا برايي المقاومه تملك. اذا بتلعبوا ما بده شيء، كلفه كل منصه صاروخ وبيقدروا يسيبوا هلا صاروا الدباني هلا بالصواريخ الجديده، يعني ما يفتكروش انه غيره. اسرائيل تعرف ذلك، هيك في سلاح ردعي المطلوب ببنك الاهداف اسرائيليا انك انت تجيل حزب الله. يا عمي معلش اعطيني دقيقه، ليش معركه القصير؟ ليش معركه القصير؟ انه راحوا حزب الله او شيعه على القصير؟ على كل حال لا بق بالقصير ولا خصهم بحمص ولا شيء، بعد في كم شباب بالسيدة زينب لأنه هوليك تحشروا بالمقام. بس ليش القصير؟ من عند الهرمل عند السلسلة جبال لبنان الشرقية والغربية شمال بعلبة، إيه مش سر هذه المناطق التمخزن أو التخزين الصاروخ الاستراتيجي لحزب الله. ثقافة إعداد كل هالمسلحين من 34 جهة مع الجيش السوري الحر مع كل اللي كانوا يقولوا جايين ليكن، كان بنك الأهداف الإسرائيلي تحريك هؤلاء بعد انتصارهم بحمص والقصير وغيره أن يدخلوا إلى هذه المنطقة، هون إرباك المقاومة لحتى يعطلوا المخزون الصاروخ الاستراتيجي. أنت ما فيك تحطي صاروخ بجنوب حد عيتا وحد كذا وتضربي، بدك تضربي من أبعد من 150 كيلومتر لحتى تعطلي. لما راح الحزب ما راح لأنه الجيش السوري اللي له 500 ألف مقاتل بحاجة لكم مقاتل، راح لحتى يضرب مشروع استباقي لضرب سلاح المقاومة. بس ما تغير شيء، امبارحة رجعت نزلت الصواريخ على الهرمي. هلا قد ما بدك، هلا بسيارتي بروح انا بوقف هون محل بحط هاون 60 بضرب قذيفة وبهرب، شو المشكلة؟ هيدي مش مشكلة. ايه عادي صارت عم تنبيع بالسوق. انا عمالي احكي بالوضع الاستراتيجي، تماما مثل ما صار بسوريا، هي القوى حطوا لها بنك اهداف ضربت كل المواقع الحساسة لتبعية الجيش السوري المتعلقة بالصراع مع اسرائيل، من الدفاع الجوي، المطارات، المناطق، اللي بده يعمل ثورة واصلاح بيروح بيضرب مطار له، مطار عسكري بيتعلق بالامن القومي، مو بيضربه؟ لا، إذا في بنك اهداف، القصير كانت هي جزء من هي القصة. لأنه المشروع ضرب المقاومة في لبنان، بالفتنة السنية الشيعية، بالسلاح، بالسيارات المفخخة، بالسياسة، بالميديا، بالإعلام، بكل اللي أنت عم تشوفيه، المطلوب هيدا، لأنه إسرائيل تحتاج بعد سنة وتذكريني كمان بعد قناة السويس بعد سنة إلى بناء الهيكل، سيسقط سيسقط المسجد الأقصى بالنصف الأول من 2014 فرغوه، يقروا التوراة، يقروا ما يتعلق بالتوراة فرغوه، بيسقط، بيطلعوا دول رجعية عربية بتقول نحن حنعمروا بمحل تاني، وإذا عمروا خليفة أموي منوش متعلق بالرسول وغيره، ويظهر شو هيكل سليمان. بهالسنة بدها تبني شبكة الاستيطان الكامل تبعها بإسرائيل بالقدس. ما بتقدر تزبط هاي إذا ما كانت الشظايا من حولها، فتنة بلبنان وبسوريا بتنهار، وبينهار الجيش المصري وبتنهار وتغرق مصر بدمها. هيدا المشروع يا عمي، مش المشروع لا عقائد ولا شيء. أنا بدي الناس تقرأ الصادق النهوم، هذا كاتب ليبي
كاتب ليبي منه روافد كاتب. خلينا ننتقل لنستمع الى كلام نوال الساحل دكتور مبلا على المدد. نائب علي المقداد، طبعا هي نقلة عن قناة المنار بس ما عم نقدر ناخد الصوت مزبوط. بتابع طيب. معك استاذ انا بدي حدا يقرا الكتاب لصادق النيهوم، هذا كاتب ليبي الله يرحمه مات من فتره، اسلام ضد الاسلام. وله كتاب ثاني هو الاسلام في الاسر، من سرق خطبه الجمعه. ليك شو بيقول؟ ان جوهر الاسلام هو العدل بين الناس وليس الشريعه. العدل اهم من الشريعه. لا يكفي ان نغير اسم المسجد الى اسم الجامع ليخرج منه العسكر ورجال الدين. الأفضل أن نبحث عن مكان آخر أكبر اتساعا تتجمع فيه فئات أكثر من الناس ولا يكونون فيه تحت سيطرة العسكر ورجال الدين. هذا بكتبه بيتحدث كيف سرق الإسلام وكيف سرقت خطبة الجمعة، شو اللي عم بيحصل وكيف نحن بناخذ عقول البشر نأخذها إلى مكان آخر ومن من 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 نوهمها أنه الشريعة أهم من العدل. الشريعة أهم من المساواة بالمجتمع. يا عمي ما الدين نزل، كل الأديان نزلت مشان العدل، لكننا صح. نحن أمة كاذبة، أمة مسخرة. الله كم نبي أرسل في هذه المنطقة؟ شوفي لي العراق، سوريا، النيل لغاية الجزيرة العربية، من إبراهيم عليه السلام ليوسف لسليمان لموسى لعيسى لمحمد، مش هيك؟ كم نبي؟ نعم. وماذا فعل؟ لو ما نحن تعبينه لربنا بكذبنا وبنفاقنا وبخونتنا وبكل شيء، ما نزل الرسل بالكونغو، ولا نزلهم بجنوب افريقيا، ولا نزلهم بتشيلي، نزلهم هون. ومع هذا اطعبنا الله لانه نحن منافقين، كل واحد بياخذ الدين مثل ما بده. وهلا نعم. هذا العمال يحصل، خليني ارجع بمنطقتنا كلها. فلذلك بدي انا الناس تفهم على شيء غيره، بصيدا، بطرابلس، بكون، حتى الصراع السني العلو انه يا لطيف قال بسوريا، واللي بيقول لك نصيري واللي بيقول لك لا سني، واللي وهلا بمصر وثقافه السحل اللي تمت بمصر وكله نتيجه شو؟ اخذ هذا الشقفي وهالقد، اخذ الى مكان اخر. هذه لذلك بدك تتوقعي، معلش مش عم بحكي تشاؤم، بدك تتوقعي من هالأمة التافهه كل هالتجليات. خلينا ارجع الى الداخل اللبناني من بعد هذا الراوند اب اللي عملته، خلينا ارجع الى الخطاب المذهبي، الخطاب خلينا نقول فينا نحطه بخريطه الفتنوي يلي عم نسمعه في الداخل اللبناني. اليوم من جملة الكلام اللي قيل باجتماعات قوى 14 دار وبالحملة يلي أطلقتها نائبة بهية الحريري بكف خوف يلي تم إطلاقها من طرابلس. مين اللي حط الجملة؟ مين اللي حطها؟ معروف اللي حط كل ادبيات 14 اذار من وقت ما قتلنا في الحريري، من حب الحياه كذا، معروف مين هي الغرفه اللي تجي بتقولوا هيك؟ بكفي خوف شو يعني؟ قوموا اصلحوا وقوموا، يعني معناتها تعالوا نتخانق او احكوا، يعني مش ضروري تكون تخلفوا. بعد في احكي اكثر من الحكي؟ ما ضل الحكي، خلص الكلام. على كل حال نائبة هي الحريري تحدثت عن طرابلس من مجد العيون وقالت طرابلس عاصمة 14 أذار. مبروك. إذا هن وجبهة النصرة مع بعضهم هناك والجيش الحر. ليش جبهة النصرة والجيش الحر بطرابلس؟ مليانين وهم العصب، كل هذا الشمال مليان. طب وين أهل طرابلس كمان؟ أهلين. وين بيت كرامة؟ وين ما كمان نفس الشيء بسادة، وين كل أهل سادة؟ خليني آخذ الزميل جاد غصن مباشرة من موقع الانفجار عبر الهاتف. صباح الخير جاد. جاد؟ ايه صباح الخير جاد، تفضل. صباح النور. سمر، الاجواء هنا تبدو جدا غامضه، ما زال كميه كبيره من الفوضى تعم المنطقه هنا في دير العبد. فمنذ اندلاع النيران او الدخان نتيجه الانفجار الذي نشب هنا في المنطقه، تجمع عدد كبير من السكان والاضرار فعلا بالغه. فنحن هنا الان في الشارع الذي يصل في مكان الانفجار، وكمية الدمار كبيرة وخاصة من
زجاج متكسر وموزع في كافة المنطقة. الجيش والقوى الأمنية حضرت بسرعة دخل العناصر من حزب الله وهي جاد. يبدو في مشكلة بالصوت، مشكلة بالاتصال. نعم تفضل جاد، عم نسمعك هلا. جاد رح اتركك شوي لنستمع الى النائب علي عمار مباشرة نقلا عن المنارة. وليس غريبا على الضاحية الجنوبية حاضنة المقاومة أن تستهدف في مثل هذه الأعمال الدنيئة الخبيثة التي يتضح من خلالها بصمات العدو الإسرائيلي وأدواته، وأن الضاحية لا تتعرض فقط إلى التفخيخ العملاني كما حصل اليوم، فهناك أيضا تفخيخ وقصف سياسي مستمر على مدار الساعة يستهدف المقاومة، باعتبار أن هذه المقاومة أصبحت تشكل حلقة القوة التي كثرت رأس الرمح، رمح المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. ولذا هؤلاء الناس عصاة على المشروع الأمريكي الإسرائيلي وعصاة على كل أدوات المشروع الأمريكي الإسرائيلي. وإذا كان هناك من يتصور أو يتوهم أن بمثل هذه العمليات يستطيع أن يفت من عضد هؤلاء الناس وهؤلاء المقاومين الذين أعطوا دروسا في التضحية والفداء والإباء، فهو واهم في ذلك. ومن المبكر جدا استباق التحقيقات القضائية. وها هو الجيش اللبناني والقوى الأمنية الآن مسيطرة على المكان وتضرب طوقا من حول مكان الانفجار، بخلاف ما يفتئت علينا البعض وعلى الضاحية البعض فيما يتعرض فيما يتناول وجود الدولة. الدولة موجودة الآن في كل أجهزتها بالضاحية الجنوبية. ولذا نحن كل ما نطلبه الآن هو في عهدة الجهات الأمنية القضائية بطبيعة الحال، وهذا الشعب الآن الذي ترونه مجتمعا في مكان الانفجار هذا جاء ليؤكد بأنكم مهما حاولتم من النيل من إرادة الإرادة الوطنية، الإرادة المقاومة الوطنية، فإنكم لن تستطيعوا النيل من هذه المنطقة. والحمد لله على السلامة لكل. هناك بعض الجرحى أكيد بالمستشفيات، سنكون بخدمتهم، سنتفقدهم، وبالتالي كل ما أطلبه من المواطنين وهم يقومون به بمستجاوب مع القوى الأمنية في القيام بواجباته. شكرا لك. إذا غادة نحن الآن طبعا نقف. استمعنا إلى كلمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي عمار مباشرة من موقع الانفجار ونقلا عن قناة النشر من مكان الانفجار. النائب علي عمار أكد أن أحدا لا يستطيع النيل من إرادة المقاومة. جاد بعدك معنا على الخط؟ نعم سمر. تفضل جاد. سمر كما كنت سبق وأقول وقع الانفجار عند حوالي الساعة 11 و10 دقائق من صباح هذا اليوم في منطقة دير العبد قرب مهنية الحسين بن علي، وهنا حيث وقع الانفجار تجمع عدد كبير من المواطنين والسكان سكان المنطقة ما أدى إلى فوضى كبيرة، فتأخرت سيارات الإسعاف بالوصول إضافة إلى سيارات هيئة الصحية الإسلامية التي عهرعت إلى هذه المنطقة لإجلاء الجرحى أو القتلى إن كان هناك من قتلى. وكما علمنا أن حتى الساعة الأرقام لا تزال متضاربة حول عدد القتلى والجرحى نتيجة هذا الانفجار الذي كان كبيرا على حد نصف سكان هذه المنطقة، فقد انتهزت
البيوت القريبه وحتى البعيده الكبيره عن مكان الانفجار قبل صدور سحابات دخان سوداء كبيره في المنطقه. على الجرحى المتوقع ان يكونوا قد اجلوا من هذه المنطقه هو حوالي 20 جريح، فان جريحا وفاته حقيقه لانه لم نتمكن من التواصل مع كافه المرجعيات التي تجلي الجرحى من صليب احمر او هيئه الضحايا الاسلاميه او حتى الدفاع المدني الذي تواجد هنا في المنطقه. عناصر انضباط حزب الله انتشروا ايضا في المنطقه لمحاوله عدم تدفق السكان الى مكان الانفجار تحديدا او ازاله معالم الجريمه التي وقعت لكي تتمكن الجهات المعنيه من استكمال التحقيقات. الان بدات بعض العناصر السياسيه بعض الشخصيات السياسيه تصل الى المنطقه من نواب ومن فعاليات في المنطقه، ولكن هؤلاء لا يزالون ضائعون في كميه الحشود الكبيره التي تجمعت في المنطقه، وهنا قباله الابنيه السكنيه والتجاريه كلها مهشمه نتيجه الانفجار الذي وقع حيث الزجاج منتشر اينما كان. الان فعلا نحن ننتظر بضع وقت تتوافق الامور بضع شيء عفوا حتى نتمكن من التواصل مع الجهات الرسميه، فخطوط الاتصال كافه مقطوعه حتى الانترنت على رواتب النقاله ايضا قطعت بعض الوقت، ونحن لا نعلم فعليا الان اذا كانت هناك من جهه تترافق الامر لحد ما، فكما تشاهدون خلفي عدد المواطنين كبير وعدد السكان كبير، وهذا هو الشارع الذي يؤدي الى جانب المهنيه حيث وقع الانفجار. تمكنا من الحصول على بعض الصور، ولكن نتيجه الازدحام ونتيجه كميه الناس الذين اقتربوا من الانفجار لم نستطع من التواصل مع الجهات لكي ايصال هذه الصور. الصور التي استحقناها من الداخل في حدث انفجار كبير فعلا، وهناك كميه كبيره من الاليات التي تحطمت نتيجه الانفجار، اضافه الى عدد الاليات ايضا السياسه او تم اخراجها من المنطقه فور وقوع الانفجار كما علمنا جهات كانت وصلت الى هنا لتحاول تنظيم الامور التي احسن. هنا تشاهدون في الصوره هي اضرار على الابنيه المجاوره لنا في منطقه الانفجار. المواطنون هنا غرقوا في سياراتهم في درجات ناريه لمحاوله الاقتراب من مكان الانفجار. كما علمنا من اجهزه تابعت وقوع الانفجار، الانفجار وقع ولم يعلموا ان كان هناك استهداف لشخصيه معينه من حزب الله او من حركه امل او لاي شخصيه سياسيه محدده في المنطقه. جد ما عم نقدر نسمعك بصورة واضحة. نعم تفضل. نحن نحاول التواصل مع الجهات هنا لنعرف إن كان هناك معلومة عن نوع العبوة التي تم استهدافها. كما علمنا العبوة كانت مزروعة في سيارة، ولكن ذلك ليس في معلومات مؤكدة، وهذا النوع الانفجار الذي وقع غير مؤكد حتى الساعة، ونحاول أن نتعرف على ما حصل. الوضع هو كما تشاهدون فوضى كبيرة في المنطقة، وحتى داخل الأجهزة التي منذ بضع دقائق تمكنت من إخلاء إلى حد ما إخلاء الشارع المقابل لنا هناك، وحاول إخراج بعض السكان والمواطنين الذين اقتربوا، ولكن القوى الأمنية ما زالت تحاول إخراج كمية كبيرة من المواطنين الذين لا يزالون داخل منطقة الانفجار. طبعا كان هناك إخراج بكافة وسائل الإعلام فورا، وكان هناك منع للتصوير قرب مكان الانفجار في نعم. الآن نحاول ثانيا أن ننتظر بضع دقائق لمحاولة التعرف على الجهات التي تتابع من الجيش اللبناني والقوى الأمنية الداخلية لمحاولة الاتصال بهم ومعرفة معلومات أكثر عن نعم. نحن رح نتركك جاد لتقدر تستحصل على هذه المعلومات، ورح نضل مستمرين بمشاهدة هذه الصور المباشرة من مكان الانفجار. في التباس أول شيء كثير كبير، مبين كثير كبير، يعني بنية سيارة مش أقل من 100 كيلو أو أكثر، 20 سيارة متضررة، لأنه مش بس هيك الوجهات، في 20 سيارة متضررة، الوجهات المباني كلها مبينة، بس في تضارب يعني عم نشوف في وكالات عم تتحدث عن عدد من القتلى، وفي احتمال وارد يعني معلومات اخرى من ضرب كثير احتمالات وارد، وقد يكون حدا مستهدف. يعني ما يعني انا ضد هذه المخاوف الاولى،
بس بعد شوي بدها تتوضح، لكن واضح انه انفجار كبير مركز موجود بمنطقه تعتبر من اكثر المناطق ازدحاما خاصه هلا اليوم. هلا في ناس اول يوم رمضان عندها، في ناس بكره عند رمضان عم تتحضر. واضح انه الرساله يعني اذا بدنا نقراها رساله الى جهه ما، وبنفس الوقت معده مقروء مكان المكان. بس حتى إذا بدنا نعتبرها رسالة ما بتنبعت يمكن أنه رسالة تحذيرية بهيدا الحجم؟ لا لا انتقلوا، أنا برأيي لا انتقلوا هن من أنه بيقصفوا بصاروخ أو بيعملوا أي شيء إلى ما هدد ما سبق وأن هددوا فيه. بدك تشوفي مين الجهة المخابراتية اللي بعتت بالرسالة. طيب اليوم الاتهام الأولي دغري سمعناه من الحاج علي عمار عم بيقول أنه بصمات إسرائيل واضحة بهذا الوضع. طبعاً بس كمان يعني دائما إسرائيل هي دائما متهمة، دائما هي متهم دائم لأنها عدو شرس لا يمكن مهاجمته وما في شيء بيتكذب عنه. بس كمان بالمقابل في جبهة النصرة، جبهة النصرة كمان هي أداة. شو جبهة النصرة يعني؟ هي خريجة بصمات أفكار إسرائيلية يعني بتنفيذ أساساً. طالما إسرائيل في هذه المنطقة، طالما نحن بمعاناة إلى أبد الأبد، هلأ كيف مش الحال؟ هلأ في أدوات، عندك المشهد السوري، عندك التطورات الأخيرة بالقصير، عندك هلا التحولات بالمنطقه اللي عم بحكي عنها. السعوديه دخلت، بندر دخل اخذ زمام المبادره. طب هلا وقت اللي بتقول السعوديه دخلت شيء، وقت اللي بتقول بندر دخل بندر شيء اخر. لا لا، في قرار مركزي. شو الحكي؟ في قرار مركزي بشو؟ هو بندر والمجموعه كلها في قرار مركزي بالسعوديه. شو يبقي العراق؟ يبقي العراق مدمى لهدفين، هدف تعطيل دوره بدعم سوريا لانه ما انخرط مع بقيه، وبنفس الوقت لتعطيل الحياة فيه من أجل استعادة المطلب السعودي بعودة بإنزال المالكة ومن ثم إحداث التغييرات اللي هو، وكمان كانعكاس للصراع الإيراني السعودي. نفس الوقت على الساحة السورية التزويد بالسلاح النوعي والسيطرة على الجناح، على الائتلاف بطرد الجناح القطري، ومن ثم إحداث تطورات على الأرض مرتقبة خلال الأسابيع، الدخول إلى الساحة اللبنانية، هيدي إحدى الرسائل مقدماتها. بتوقع النصرة، بوقع حدا تاني، مين اللي اجى حط السيارة، ما فيش مشكلة يعني. الأداة ليست مشكلة، بس القرار معروف وين. ايه يعني القرار والهدف والرسالة. ايه مصر نفس القصة، مصر تذكريني هلا حتتطور القصة من اشتباك بالعصي، من اشتباك هلا بواحد معه خرطوش بسموه، إلى اللي عم يصير بسيناء، سينتقل إلى الضفة الغربية من القناة، أي إلى مدن القناة وإلى القاهرة وإلى مناطق تانية. هذا المشروع يعني الهجمي. شو بدنا نشوف؟ سيارات مفخخة وانتحاريين. هلأ نحن هلأ بذروة الفوضى الخلاقة اللي بلشت تنتشر بكل المنطقة، بكل المنطقة العربية. شفت أنت النموذج الليبي، 16-17 ميليشيا، 30 ميليشيا حاكمين، شفنا لهني لوين وصلين. هلأ اللي عم تشوفي هذا المشهد هو ممر من العنوان الكبير، ممر أفقيا عموديا، ممر ممكن لقي بعد سيارة تانية ممكن. وأنا بتمنى يبلش يوعى الناس، لأنه صارت هلأ كتير من الشغلات بتحط السيارة مفخخة 50 كيلو مثلا 100 كيلو، هي صارت معتبرة، تنفجر، تلتم الناس، بتطلع وحدة تانية. أنه هذه الطريقة الفوضوية اللي عم بتتم، لازم توعى الناس أنه ما هيك التعاطي. صار انفجار دغري يعني، أوكي في سيارات إسعاف ودفاع مدني اختصاصيين بالقصة بيشيل، بس ما تلتم الناس كتير لأنه ممكن يكون الهدف مثل ما صار بسوريا. خلينا نشوف الأجواء بمستشفى بهمن. زميلتنا نوال بري موجودة هناك. صباح الخير من جديد نوال. نعم سمر، صباح النور. نحن الآن إذن أمام مدخل الطوارئ هنا في مستشفى بهمن، حيث اكتظت بالمواطنين الذين جاءوا بأقاربهم إلى هنا. كنا قد ذكرنا أن عدد الجرحى أصبح حوالي 16 جريحا، جميعهم إصاباتهم طفيفة. معنا الآن أي حالات طارئة في حال لو نصر هو المدير الطبي هنا. نرجع نعيد السؤال معك.
سمر عم تقدر تسمعونا هلا؟ هلا هلا صار صوتك واضح نوال، تفضلي. سمر نحن حنضطر نعيد المقابله نظرا لعطل. يلا تفضلي دكتور، اذا فينا نرجع نعيد لعدد المصابين. اول شيء بحب طمن جميع المواطنين انه ما في ضحايا بمستشفى بهمن. الاصابات هي اصابات خفيفه وكلها تحت السيطره الحمد لله، عم يتم معالجتها بالطوارئ. ما في حالات حرجه بدها عنايه او بدها عمليات، والعدد الاصابات تقريبا صار 18 اصابه. نحن بنقول انه بنسوى العدد الاكبر وصل، واذا بعد في اصابات بتكون خفيفه جدا معقوله. يعني ان شاء الله بنتامل ما يكون في ولا ضحايا بهيدا ان شاء الله. لا اكيد مستشفى بهم ما في عندنا ضحايا وما عندنا اصابات حرجه كمان. في بتوزعوا على مستشفيات ثانيه الجرحى؟ نحن ما عندنا اي خبر، نحن اول ما طلع الانفجار جهزنا حالنا بالطوارئ، عرفنا انه بالمنطقه هون بس ما عرفنا وين، عم نستقبل الجرحى. نعم. سمر سنكون الان مع النائب علي المقتاد. دكتور يعني كلكم اليوم حزب الله توزعوا فينا نقول على مكان الانفجار والمستشفى، اليوم برايكم يلي صار يعني شو اللي صار اليوم بالضاحيه؟ البعض قال كان في بسبيل المزح انه هي بتكون انينه غاز، كان المزح بهذا. لا خلينا نحكي الامور كما هي، هناك سياره مفخخه او عبه ناسفه كبيره انفجرت في الكراج او المدخل تبع مركز التعاون الاسلامي. الحمد لله لم يكن هناك من ضحايا بشريه سوى بعض الجرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل، واغلب الجرحى هم في حاله جيده، يعني جراح بسيطه، اغلبها تداوت في الطوارئ وذهبت او خرجت للبيت. اليوم يعني واضح جدا ان من لا يريد لهذا البلد الاستقرار، من يريد ان يزرع الفتنه في هذا البلد هو الذي وضع، يعني لا اريد ان ادخل في التسميات، ولكن المشروع واحد وان تعددت الادوات. يعني المشروع هدفه ان لا يكون هناك اي استقرار في هذا البلد لاسباب كثيره، المستفيدون ككثر الذين يستفيدوا من هذا الوضع، من هم اعداء لبنان؟ هم الذين وضعوا هذه المتفجرات. دكتور يعني طبعا هون سؤال لربما لازم المشاهدين يستفسروا عنه، بعض المعلومات بلشت تقول انه هذا الجيش السوري الحر بدا يرد كما كان قد وعد سابقا، انتم بتلاقوا هذا الشيء؟ نحن نقول ان ادوات هذا المشروع هم كثر. لن أدخل في التسميات كما قلت، لأن الأيام المقبلة يعني تعطينا التحقيق سيبين الكثير من الخفايا، ولكن هذا الذي يعد لهذه المنطقة بأسرها وخصوصا للبنان مشروعه التدميري، اليوم يستعمل لبنان كساحة لمشروعه. دكتور بعد سؤال يعني كمان بيقولوا الضاحية، ولكن قبل نعم. يعني قبل كل شيء نقول أن أهل الضاحية وأهل البلد وأهل لبنان كله تعودوا على هذه الأمور منذ عشرات السنين. هذه المنطقة هي صامدة مقاومة، لن تثنيها عن المقاومة لا انفجار من هنا ولا انفجار من هناك. يعني في سؤال كمان دكتور بيقولوا اليوم الضاحية الجنوبية أنه هي يمكن كانت مستعدة وفي تحذيرات، لماذا يعني كان هناك خرق معين في الضاحية أما كان في انتباه معين؟ يعني اليوم في سؤال يعني. خليني أكون صريح، نحن مستعدون منذ 30 سنة لهذه الأمور، ليس فقط منذ البارحة. يعني هل تعتقدون هذا خرق اليوم؟ إنه بالنتيجة يعني منطقة كبيرة ومكتظة، لا تستطيع أي يعني أي قوة في العالم أن تحمي كل شارع أو كل زروب، ولكن الاحتياطات يجب أن تكون يمكن أكثر، يمكن سنعمل أكثر، ولكن لم نخلو هذه المنطقة ولا يوم من أي عمليات مراقبة أو كذا منذ 30 سنة، لأن العدو الإسرائيلي يتربص بنا منذ قبل يعني الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982، يعني منذ ابتداء المقاومة، ولكن أن يوم تحصل بعض الخروقات وهذا شيء متوقع. شكرا دكتور. اذا سمر نحن يعني كنا قد صورنا بعض الجرحى، سنوفيكم بالصور من داخل المستشفى بعد قليل. كما كان قد ذكر الدكتور بالفعل يعني الاصابات التي كنا قد رايناها اصابات طفيفه، هناك بعض الذعر عند الجرحى، خاصه ان هناك عدد من الاطفال في الداخل، ولكن الجميع اصاباته طفيفه بين يعني جرح في اليدين او في الرجل وغيرها من الاصابات، حتى ان هناك عدد من النساء ايضا يعني كنا قد ذكرنا ان بالفعل حالات ذعر في الداخل ربما صدما طبعا نتيجه هذا الانفجار، وسوف نوافيكم بالصور عن صور من داخل المستشفى بعد قليل. سمر شكرا لك. نوال بري حدثتنا مباشرة من مستشفى بهمن. إذا مشاهدينا مثل ما استمعنا لزميلتنا نوال، الجرحى الحمد لله إصابتهم طفيفة، أيضا نقلت بأن هناك جرحى بين الأطفال، يعني كنا شفتها طبيعي بالبيوت، يعني لأنه هذه الوجهات كثير لفوق في تكسير بده يكون، وأنا بتخيل يمكن يكون عدد أكبر. إذا بدنا نكون واقعيين
ممكن يكونوا على غير مستشفيات، ممكن كذا، لأنه حجم السيارات المدمرة على الأرض. صليب الأحمر عم بيقول أنه حصة هو حوالي 34 جريح ممكن يكونوا ممكن متوزعين يعني على هلا في مستشفيات، لأنه شرق أو في هي حد بهمان، لكن في مستشفى في الساحل، في جبل لبنان، في كتير. إضافة أنه دائما أول ساعة من أي حدث طبعا هلا لحظة الانفعال ولحظة المشهدية اللي عم نشوفها، بعد شوي طبعا بتبين هلا لوين بدها توصل الأمور، لكن الواضح أنه خرق، بديش أقول خرق بس أنه بداية خرق أمني بده ينتبهوا له، لأنه صار فترة الأمور كتار عم يحذروا أنه ممكن يحصل شيء. بديش استرخاء حماية للسلم الأهلي، مش حماية لسكان الضاحية فقط. بس فعلا هلأ بعلي المقديد عم بيقول أنه نحن قلنا 30 سنة بهذه الحالة، وأنه يخطين الحيطة والحذر وكل هذا الأمر، بس واضح أنه في خرق لصديقنا الدكتور. أوكي في بسقفتنا صرنا 30 سنة، لكن بالإجراءات اللي على الأرض لا، بدها جدية أكثر، بدها من كل القوى المعنية على الأرض، بدها من كل الناس، بدها من كل شو اسمه، لأنه مبين واضح أنه هاي أنا برأيي مقدمة لما قد يحصل أكثر. فلحتى تحمي أنت بيئتك وتحمي الناس وتحمي من أنها تكون هي مدخل الفتنة كمان جديد، أنك أنت تعملي نوع من أمن ذاتي، تعملي نوع من الرقابة، تعملي نوع تشديد الإجراءات، يعرف يعني يكون في يعني، وبعرف أنه صعب، ولكن بدل ما تكون مثلا الخرق 90% يكون 10% 20%. نعم، خلينا نقول انه هودي صور من داخل مستشفى بهمن حيث شالت الزميله نوال بري على بعض الجرحى. خليني اقول كمان استاذ رفيق انه في معلومات تعرف دغري بتبلش تتواصل الناس وتطلع معلومات، في معلومات بتقول انه قد يكون هذا استهداف لاحد القيادات السوريه في الداخل اللبناني او لاحدى قيادات، عم ننقل شو عم بيتم التداول او قيادات فلسطينيه داخل حماس، ما لها علاقه او حدا من يعني الفلسطينيين ولا الجهاد، لا ما بتخيل هاي المنطقه انا بعرفها يعني. ثانويه الحسين العلي هي صاحبها الدكتور صديق حسين يتيم، الاسم هو الحسين العلي، ليست مؤسسه مهنيه وهي ليست حزب الله يعني ولا اي شيء. المنطقة هونيك لا ما بتخيل انه حتى امنيا اي حدا بيقدر يقعد، لانه مكشوف كثير، منطقة سيارات ومنطقة سيارات اجره ومنطقة مواقف في سيارات، في نفس المنطقة اللي صار فيها محاولة اغتيال بال 85 صحيح سيد فضل الله، كانت غير هيك هلا، مع انها هي كانت وقتها كثيفة كمان، راح 85 شهيد وقتها صحيح. لكن هلا طبعا يعني انا عم بحكي انه ما بعتقد مسؤول سوري اذا كان من المعارضة ان كان يعني من المولات او من حدا جاي يقعد بيدير العبد بهي المنطقة. بتخيل هلا انا ما بستبعد انه يكون في حدا يكون مستهدف، ممكن حدا يكون اسم له علاقه بالعلاقه مع الوضع الفلسطيني والمقاومات بالداخل، مثل مصالح اللي استشهد، مثل مكتار، مثل مغني، يعني ممكن يكون. لكن هلا مبين واضح، انا تقديري الشخصي هذه مقدمه رساله ومقدمه لشيء ما، يعني توقيت مختارين التوقيت تمام بهالفتره بهاللحظه. شو فينا نقول هلا؟ صار فينا نقول انه فتحت الباب على مصراعيه لعوده الاغتيالات، عوده السيارات المفخخه، عوده القلق في كل زاويه، يعني ما في انا بلكي بلشنا حديث، لانه تسكر بسوريا عندهم فتح مصر، سكت موضوع التاثير، انه كان كل همهم كانوا كل همهم مش لا حبيبي خلاص تمام تمام شباب ما تصورها بعد هذا الاملوش الشاب وين الولد ده وين طيب انا عملنا صوره ما مش عم نلاقيها هيا هون انا تصور تقبل بس موجودين؟ لا لا عندنا حليب حبيبي حبيبتي حالتك بيا؟ لا سلامتك. انت كنت بقلب هونيك يعني ولا بالبيت؟ كنت عند جده بقلب البيت؟ اه وشو صار؟
دغري اجوا عم يقصوا البيت على الاخر، اجوا كسروا الازاز على خي وعلى وعلي. وهلا انت منيحه؟ منيح. الحمد لله اللي مرقت. قديش صعب رعب الأطفال؟ إذن كده عم نحكي أستاذ رفيق إنه اليوم يلي صار اليوم وهذا الانفجار مؤشر على إنه خلاص فلتت يعني، وانفتاح الساحة على مزيد من السيارات أو العمليات الاغتيال. أنا برأيي في شيء أهم هو إنه تسكرت معه بموضوع اللي كان الهدف تبع أحمد الأسير اللي كان بده يكون مدخل من بعد فشل طرابلس، لأنه اشتباك طرابلس مع جبل محسن ما بيعمل فتنة سنية شيعية. الانتقال إلى صيدا كانوا التركيز هناك لأنه كمان فشلوا فيه، والطريقة طيب اللي عملها الجيش سكر باب أحمد الأسير بصيدا، لجأوا إلى الانفجارات. هلأ فات على العمق أكثر، بس أنا بدي أقول شغلي باللي بيفهم بالأمن بالاستراتيجية، اللعيب اللي عمال يلعب إذا بتجاوز الخط الأحمر باللعب بعمق الضاحية، مش عم بقصد أنا الأطراف المحلية، بتنتبه الآخر لديه بدائل. شو يعني؟ وضحها. بيضرب يعني، عامل حسابه وين يضرب، وبيعرف انه الاخر اذا تجاوز الخط الاحمر عنده الاخر بدائل، بيضرب بيأذي. هاي لعبه المخابرات. ضربتني مره اثنين يعني اذا قويت الدوز على حزب الله، حزب الله بده يرد في مكان ما. في كثير مع في كثير بتقاطع مواقفهم بالعالم العربي مع حزب الله. طيب. بيضطر انت لتعملي امن وقائي، ما بتقعد ما بتروح ما بدك تروح تضربي، يعني ما بتضربي بمنطقه ثانيه. إيه انه مثلا اعطيني امثله واضحه، ما دام عم نحكي هالقد بصراحه. ايه انا عمالي احكي بالامن الوقائي. مين بيغطي هيدا المشروع وبيتبناه؟ مشاريع السيارات المفخخه معروف في هاي المين. مين اصحاب المشروع اللي عم يفتتوا المنطقه؟ طيب اذا نحن لما انت بتضربي بتوجع الضاحي او بتوجع جمهور ما، مره اثنين ثلاثه، الطرف اللي موجود بده يرد، عنده خيارات. وين بده يرد؟ عنده خيارين. عنده خيار الرد، تهمين اسرائيل، عنده خيار الرد على اسرائيل، عنده خيار الرد على اسرائيل بالمنطقه الخضراء او بالعمق لحتى يروح يضرب على المايسترو على المركز الرئيسي بتقوله، وعنده خيار بواسطه اطراف اخرى في اماكن اخرى ليرد او يفتح مشاكل للطرف الاخر. وين الاماكن الاخرى؟ بكثير من الاطراف مثلا، في كثير دول اقليميه، في دول اقليميه. شو عم بقصد امريكا؟ لا ما عم بقصد لامريكا ولا اوروبا، باي مكان اللي عم بيلعب بهاي اللعبة بيدفع أسمان. أنا عم بحكي بقراءتك لكل الأحداث بالمنطقة كلها. يعني يعني إذا كان السوري ما بده لأسباب كتير يعمل أمن خارجي ليدافع عن نفسه، بتخيل بهون على الساحة اللبنانية ما بينلعب هيك. عم نشوف إنه في أطفال، كيف عم يركضوا بالأطفال الجرحى إلى داخل طوارئ وداخل مستشفى. كل البيوت مهشمة، كل الإزاز فات لجوا. الانفجار لما بيطلع بيطلع بهالطريقة كأنه مثل الورد المفتوحة. بدك تتوقع إنه في كتير جرحى أطفال وناس مدنيين، مش كانوا بس بالشارع، بالبيوت اللي فوق، لأنه وصل للطابق الثالث والرابع تكسير شو اسمه يعني. عم نشوف حالات هرج ومرج داخل طبعاً المستشفى، وهذا شيء طبيعي ووضع طبعاً. لا خلص خلص
ونحن شو؟ خلونا نرجع مجددا الى مستشفى بهمن والزميلة نوال بري. نوال طبيعي غير السيارة حاليا. نوال نوال عم تسمعينا؟ نعم عم بسمعكم. سمر الصورة واضحة عندكم مبينة؟ نعم نعم تفضلي تفضلي. نعم حاج يعطيك العافية. في سهام محدد يحمل حزب الله. نحن مباشر فيك. حاج اليوم يعني في رسالة معينة عم بيقولوا وصلت لحزب الله، ما هي هذه الرسالة؟ هي رسالة قديمة جديدة، ليست بجديدة. يعني منذ أن انطلقت المقاومة من تاريخها حتى الآن لم يمر يوم في تاريخ الإدارة الأمريكية والعدو الإسرائيلي وأدوات المشروع الأمريكي الإسرائيلي إلا وكانت المقاومة على طاولة التخطيط فيما يتعلق باستهدافها. ولذا في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت بالتحديد حيث المنطقة تعيش ما تعيش، يعني من حالة فوضى لا تقرب الخلاقة بشيء ولا تقرب البناء بشيء الآن، هذه المقاومة الواضح أنه مستهدف. وكما هو الحال أنه للأسف الشديد أنه في الوقت الذي لم يمر فيه يوم إلا والأمريكي والإسرائيلي بكل وسائله الأمنية والعسكرية والإعلامية وغيرها يستهدف المقاومة، نجد أن هناك كثيرين في الداخل اللبناني للأسف وفي المنطقة يحاولون أن يستنسخوا الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي ويجتروا نفس الكلام، وكأنهم يريدون أن يكونوا ولادات وخلاقات بالتفخيخ اللي ينم عنهم خطابهم التحريضي من ناحية وأدائهم السياسي من ناحية ثانية، تفخيخ سياسي، قصف سياسي لاستهداف مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني، وبالتالي تفخيخ العلاقة بين الناس وبين المقاومة. حاج في سؤال، يعني في بعض المعلومات كانت عم تقول انه هيدا الاستهداف كان لشخصية كبيرة في حزب الله، وكان في حديث عن انه كمان عم تستهدف السيد حسن نصر الله. اولا لا معلومات لي حول هذا الموضوع، لا معلومات لي حول هذا الموضوع، ولم تصب اي شخصية من شخصيات حزب الله، كلها لله الحمد انه شو اسمه، ولم يصب في هذا التفجير إلا المدنيين وأكثرهم من الأطفال. والآن لو عاينتهم الآن في غرف ستجدون أطفالا مدرجين بدمائهم. حاج لما اليوم عم تقول في ناس عم يستنسخوا العدو الصهيوني يعني رسالته بالمنطقة، من تقصد اليوم أنتم؟ في رسالة معينة من الجيش الحر كانت قالوا بدهم يستهدفوا مراكز حزب الله، هل تتهمون الجيش الحر؟ هناك أناس في لبنان يستنسخون الخطاب الإسرائيلي ويستنسخون الخطاب الأمريكي ويشترون نفس الخطاب ويضيفون إليه خطابا تحريضيا على المستوى الوطني وعلى المستوى الطائفي وعلى المستوى المذهبي، مما يساهم في خلق ولادات وقابليات للنفوذ إلى ساحة
ساحة السلم الأهلي والعيش يعني المشترك والوحدة الوطنية. اليوم عم تقولوا الجهات اللبنانية هي المسؤولة عن هالشيء اليوم. من يستهدف الجيش، من يستهدف الجيش ويستهدف المقاومة ويمنع ويفرغ مؤسسات الدولة بالتالي ويعطي لنفسه حق الغطاء لكل مظاهر الإرهاب والترهيب في البلد ولكل مظاهر التفتيت والتقسيم بالبلد، هو يصنع في ذلك من نفس من الوضع اللبناني ولادة لشتى أنواع المخاطر. أنا هذا الكلام ليس تحليلا سياسيا، هذا مرصود في الوقائع التي تتلمسونها الآن على مستوى كل ساحة العمل السياسي. حاج، ألا تعدون مجال اليوم خرق يعني واضح لحزب الله في الضاحية الجنوبية اليوم؟ يا سيدي لا نعتبر ذلك خرقا، لأن المجرم الجبان الذي يعني يضع في أولوياته استهداف بيئة المقاومة وجمهور المقاومة والمدنيين الذين يشكلون الرصيد الأكبر من هذه البيئة، هو لا يحتاج إلى جهد كبير، لكن العين ستبقى ساهرة. وأطمئن كل أولئك إن كان على مستوى الأسياد في المشروع الأمريكي الإسرائيلي أم على مستوى أحفاد المشروع الأمريكي الإسرائيلي، أطمئنهم بأن الضاحية بأهلها وناسها بأطفالها الآن المدرجين بالدماء وبنسائها المدرجين بالدماء وبشيبانها وببيوتها التي سبق أن دمرها العدو الإسرائيلي ولم يبقي حجرا ولا مضرا في الضاحية الجنوبية، هي عصية على مشروعكم، وهي ستنتصر بالنهاية على كل ولادات الفتنة وعلى كل ولادات المشاريع المعادية للخط المقاومة. شكرا لك. إذا عودة لك سمرة، وطبعا نوافيكم من أي جديد هنا من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية. إذا استمعنا إلى كلام النائب علي عمار من أمام مستشفى بهمان، طبعا هو راح ليعود أو لزيارة الجرحى الذين نقلوا من جراء يعني جرحى الانفجار إلى مستشفى بهمان. ما زال الوضع كما هو عليه في مكان الانفجار، طوق أمني كبير ضرب حول المكان، خيمة زرقاء نصبت، طبعا مكان الانفجار بالتحديد مكان موقف السيارة المفخخة بالتحديد، عدة الشغل يعني لزوم. أي طبعا يمكن هالأدلة الجنائية هلا بدها تبحث عن شيء ليشوفوا السيارة ممكن تشكل مدخل لمعرفة الحقائق. صحيح بس المخيف هو هذا التضارب بالمعلومات حول طبيعي هاي هلا صار فتره، هي اول مره هلا يعني الضاحي بتضرب تنضرب، اول مره سياره مفخخه من فتره، بتشوف الناس اللي على الارض، يعني كل هالامور طبيعي، بدنا ننتظر هلا شو نعم. أنا بدي أشكر حضورك معنا أستاذ رفيق، بس لحتى لي حررك من الاستوديو، نحن أكيد مكملين. شو بقيت بيتي؟ مكملين قريب كثير على بيتك؟ قريب كثير، أكيد بيكون هلا في شيء. بيكون نزل الإزاز يعني؟ ما مشكلة لو نزل. المهم يكون في حدا بالبيت أو الأطفال. لو نزل حتى بما فيه ما عندنا مشكلة، يعني كله متوقع وكل واحد فينا حاطط شيلته على كفه، واللي متوهم إنه هذا الأمر حيأثر بيكون كثير غلطان، وبالعكس هيدا بده ينتج بكره بتذكر اذا تكرر او اذا هيك بده ينتج شيء ما بيتخيلوه، يعني ما حدا يفتكر انه هذه الامور بتمر هيك بهالطريقه، لانه المقاومه وجمهورها وثقافتها وكل هالامور عم بحسابها لكل هذه القصص، وثقافتنا نحن كناس ما عم بحكي لها خطاب، ما عنده مشكله واحد، ما كل واحد جاي فينا بيعيطه في 6-7 شهداء، ما فيش مشكله، بس بده اللي بده يلعب، انا بدي اقول اخر كلمه وخلي يتذكروني، اللي لعب هاي واذا بده يلعب حينلعب معه، وهذه لمن يهمه الأمر. إيه لا اللي بيلعب بده يلعب معه. يلا شكرا كثير لك أستاذ رفيق نصر الله على مشاركتنا بهالحلقة، و إن شاء الله بتمنى نحن الشفاء لكل يعني إن شاء الله.